مشاهدينا مساء الخير. ممثلة ومخرج وطبيب، ثلاث نجوم بمجال، ضيوف الليلة، وبالقاسم المشترك بيناتهم رح نجرب نشوف مين منهم مجنون أكثر من الثاني. هل هي الممثلة اللي عم تستخدم صورتها للتوعية ضد المخدرات بلبنان والعالم العربي، أم المخرج اللي بده يغير الطبقة السياسية الحاكمة بلبنان، أم الطبيب اللي مضى 4 سنين من عمره ليكتب تاريخ الطب النفسي بلبنان؟ ثلاث ضيوف، أما ربعهم فهو المجنون الأول رسميا بالجمهورية اللبنانية. ما يروح فكركم لبعيد، خلينا نشوف العناوين. الليلة في بلد سيري، عندما صار كل لبنان في شارع مرتقلة في سد البوشري. بالفعل شيء بيرعوا، مش الجبل كله صور. القصة الكاملة لهذه المشاهد التي أرعبت اللبنانيين ولفت العالم. زغان يرفع الماسك عن وجه لوسيان أبو رجيلي. المهم أنه كون عم بعمل شيء اللي بحبه كل يوم وكل دقيقة. تعرفوا على المخرج الذي نقله الحراك الشعبي من المسرح الارتجالي إلى تلفزيون الواقع السياسي. رسميا، من هو أول مجنون في لبنان؟ ومن هو أول طبيب نفسي لبناني؟ الدكتور سامي ريشة يكتب تاريخ الطب النفسي في لبنان. في فقرة صانع الأحلام دريم ماتشر، المشاهدون يحققون أحلام المشاهدين. هل فكرتم يوما بحلب بقرة؟ حلم صغير لحلم كبير كلهم. وخاص الليلة، الممثلة اللبنانية الشابة أمي صياح وكابتن كرة القدم السعودية سامي الجابر مباشرة على الهواء حول حملة ما بتفرق معي. أنت تفرق معك؟ أنت تفرق معك؟ من السعودية إلى لبنان وعلى امتداد الوطن العربي، كيف يمكن لإعلان توعية أن يحدث الفرق؟ أضواء على جديد منظمة منتور العربية لحماية الشباب من مخاطر المخدرات. هذه المواضيع وأكثر الليلة في بلاطون سيري. للمشاركة في البرنامج مباشرة على الهواء 01-48-48-80، الخط الساخن 71-106-111، zavanonline.com وجميع شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام. ختام الحلقة راح تكون مع دريم ماتشر صانع الأحلام ضمن فقرات بلا طول سيرة سيجنتشر. والسؤال اللي بحب أطرحه عليكم، شو الأصعب، الواحد يعبر عن أحلامه الكبيرة أم أحلامه الصغيرة؟ بتلاقوا أجوبتكم عبر وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج والنتيجة بنهاية الحلقة. لمعلومات أكثر عن فقرة دريم ماتشر وكيفية المشاركة فيها، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت zavanonline.com. الموضوع الأول هالأسبوع لا يزال ملف النفايات اللي دخل بهاليومين مرحلة الجد بالبحث عن مكب للزبالة المسيحية من بعد حل مسألة الزبالة الشيعية بمكب تعهد بإقامته حزب الله وحركة أمل بالجنوب أو بالبقاع. العنوان بعده لا يزال يعني سري وغير معروف. في معلومات أنه المكب رح يكون بمنطقة الكفور بالقرب من النبطية، ولكن رئيس البلدية من شوي نفي علمه بالأمر. فعلا هيك صار الحكي عن طائفية الزبالة اليوم بالبلد، وهيدا شيء طبعا كتير مؤسف وكتير حزين، ولكن منه إلا نتيجة للسياسات الطائفية المعتمدة من سنوات. إذا كان التوظيف مثلا على أساس طائفة، ليش مش النفايات كمان؟ إذن المشكلة هلأ بالمتن وكسر وين، والمهل لبكرة حسب الوزير أكرم الشهيب. بهالأثناء بتبقى أقوى مشاهد النفايات هي المشاهد اللي تبقى وتنقلها اللبنانيين من شتوة نهار الأحد، وتحديدا مشهد نهر النفايات بالسد البوشرية. القصة الكاملة للمشاهد اللي لفت العالم وجعلت كل لبناني يحس بأنه هو فعلا ساكن بشارع مرتقلة بسد البوشرية. اجا الشتاء ومثل كل سنة بتطوف الطرقات، ولكن الجديد هالسنة والمبتكر الزبالة عم تسبح بالشوارع. وبعده فيديو سد البوشرية الأقوى بين كل اللي تصور هيدا الأسبوع. يا عين السموم يا بسد البوشرية بالمنطقة رقم 6 شارع مرتقلة رقم 11، ومن هالبناية بالطابق الخامس تم تصوير الفيديو
الجيران بيوصفوا الوضع بأنه كان مقرف ومخيف، وبحسب صور وفيديوهات أخرى بتبين كيف كان المكب نهار الأحد ومن وين انطلقت الزبالة. كل ما تطوف الدنيا بتعم بالماء هالشارع نهر ويقول عمونا بزبالة بالضهر، ومشت مشت الزبالة معنا عطير كارثي كارثي. يعني واقفة أنا كنت هون، يعني بالفعل شيء بيرعوا، مش الجبل كله سوا بيرعوا بيرعوا بالي كله هون هالعيله هيك من هونيك لاخر الدنيا. المي قويه اجت من الشارع الثاني من فوق، اجت عن الاتراد وضلت نازله وقشت هدول. بلدية ابتكرت حل مؤقت بطلب من أصحاب الموتورات، وهو رفع جدارين فاصلين قبل وبعد مكب النفايات لمنع الناس من رميها. وبعد العالم عم ترمي نفايات، هيدي من أول مبارح شوف شو في نفايات، فهمك كفاية أكتر منك ما فينا. كمات الزبالة ريحة بتموت، منظر خلاب اوعى تفوت. نفايات المنطقة تحولت إلى شارع مجاور، إلى شارع شركة الكهرباء، يلي يمكن جغرافيته بتحميه من أنه يتحول إلى نهر جارف كما بالشارع المجاور. ولكن السؤال لأمتين حلولنا مؤقتة وطالع ريحتها. لأمتين شو بلشنا؟ أنت كنت بالسرايا اليوم ربي؟ بعد نواصل لهم. شو الوضع؟ يعني عم بيقولوا حل حلي إن شاء الله. شو؟ مفروض تبين في حل حلي. هلا بعد الاجتماعات مستمرة حتكون. بس نحكى انه صار في توافق على مطمر شيعي بين مزدوجين. بعد التوافق على مطمر سني. والكفور تأكدت او لا؟ في عقدة مسيحية. هلا بالنسبة للكفور في حديث صحافي لرئيس البلدية بيقول انه ما تبلغ بشيء حتى الساعة. بس يبدو انه حكي اللي حكيه الوزير علي حسن خليل والوزير حسين الحاج حسن بعد خروجهم من الاجتماع مع رئيس سلام انه الاجواء وهلا من شي ساعة يعني بعد نجاح وطلعتوا لايف، كان كل الاعلام مستنفر، طلعنا بنشط الاخبار لايف. طب هو كان ما كان على اساس امبارح المهله او اليوم المهله؟ هو بكره هن بتمددت لبكره، على اساس شو؟ الظهر، على اساس انه يعني اخر مهله لا يندرس بمطمر بديل. انحكى انه طب ليه امبارح؟ يعني صار ثلاث اشهر، ليه امبارح؟ لانه حسوا الموضوع خلص، يعني صار خرج عن الاطار المألوف يعني. نعم. واضطروا، وهلا حتى عم يقولوا في جلسه لمجلس وزراء ببدايه الاسبوع مفترض تنعقد لحتى اقرار الاشياء الجديده والتعديلات اللي صارت على. نعم. لوسيا انتوا كيف عم تتابعوا هالاخبار؟ يعني انتوا عملتوا تحرك اخر شيء، يعني صرتوا انتوا عم تحكوا ريسايكلينج والبلد انه زباله شيعه وزباله مارونيه وزباله شيعه وبكره ارثوذكسيه، شيء كثير مؤسف. عن جد مؤسف، يعني ما بعرف كيف وصلنا لهون. بعتقد السياسيين يعني هالسياسات الخاطئه اللي بيمشوا فيها من وقت ما بلشوا، من وقت ما انوجدوا، من وقت ما كانوا امراء حرب لليوم، بعدهم عم بيتبعوها. وحتى وصلنا انه نفايات صارت مسيسه بهالطريقه، انه حتى مش انه عم يغطوها للمناطق انه اقضيه، انه خلص صارت هيك باسم الطائفه. يعني للاسف المسؤولين عم يحكوا بهذا المنطق. ونحكى كمان انه حتى العقده ما بين مزدوجين المسيحيه انه حتنحل، انه خلص ما حيكون بالمناطق المسيحية في مطامر حسب اخر المعلومات. بس طبعا بيبقى انا بحطه شوي عند الشيعة وشوي عند السنة لا يصير في مطمر بالمتن وكسروان، وطبعا بيطبقوا قصة لانه بكرة حتى المتن ما رح يقبل بزبالة كسروان وجبال ما رح يقبلوا بزبالة المتن. هلا شو بيمنع حدا يجيب كم يوم مثلا ويصير زبته من منطقة لمنطقة؟ هو هيك رح يصير بعتقد اخر شيء، هيك رح تطلع. انا اساسا ساعتها بدهم يعملوا عقد مع شركة، مع اما سوكلين او شيء مثلها لينقلوا. انا اساسا ما عندي ثقة بالبلديات، يعني بالإذن من الحراك المدني ما عندي ثقة أنه هذا الملف بيتسلم للبلديات، لأنه بالنسبة لي البلدية هي الحكومة على صغير، هي الرجل السياسي على صغير، هي النايب على صغير. وعنا عدد يعني بس فيك تحسب بالبلد. فيك تحسب البلدية، البلدية أنت أقرب منها بالنهاية. نحن بنعرف أنه كيف الأنظمة الانتخابية عم تصير بالبلد، أنه نحن ما عم نقدر نكون ممثلين بالبرلمان اللبناني، بينما البلدية قريبة منك تقدر تحسبها بسرعة، إذا فشلت دغري بتحسبها، ممكن أنت عندك آلية قريبة منك بتعرفها غير وقت توصل للمركزية. بس البلدية المركزية. مشكلتها لسيان أنه أنت مثلا اعتبر في مناطق كانت ضيعة قبل، هلأ صارت مناطق سكنية ضخمة كتير، يعني بطلت بعده ابن الضيعة عم ينتخبها، يعني بعده مثلا الزوق بعد اسمها ضيعة، بعده عدد مقترعين كتير قليل. انا مثلا بنت الاشرفيه بس ساكنه بالزوق، يعني ما بتحاسب رئيس بلديه بيروت. اكيد بس بدك اصلاح متكامل اكيد. هول الاشياء اللي هلا عم تخليها كمان. بس ليه بالمتن وكسروان ما في محل؟
اللي بيقولوا انه في كثافه سكانيه وكثافه بيوت حد بعضها، بينما بالشمال وبالجنوب حسب ما بيعتبروا بالبقاع في اماكن كثير جرداء مثل ما بيقولوا. نعم. البقاع ما نحط فيها لاسباب امنيه بحسب ما نقل البعض انه حزب الله ما بيناسبه هونيك يكون المطمر، عملوا صيغه لحتى يكون بالجنوب، هذا اللي انحكى ببعض الاوساط. يعني شو مش او الجنوب شو يعني الجنوب الجنوب يعني رواق لا سويسرا هلا في مشاكل في سويسرا حدودنا هوني بركي بصير بينقصف من وقت للثاني. دكتور سامي ريشا مساء الخير، شو رايك انت بكل هالحكي عن الزباله؟ عم بتذكر ايامات قبل الحرب وتستنيت البلديات هي تستلم، كانت ما كان في مشكله مطامر، بس كنا ما بحياتها كانت تنظف الزباله، كنا نعاني كثير يعني وقت اجت سوتلين كثير خلصتنا من هالموضوع. طب يرجعوا يسلموها للبلديات ما بعرف انه التاريخ عم بعيد نفسه. في عنا نحن امي كمان على الكاوتش قاعده هونيك، انا ما قلت لها تقعد على الطاوله احسن ما تغطي علينا كلنا. قربي قربي كيفك امي مساء الخير. اول شيء انا كثير مشتاق لك ومبسوط انك معنا، شو رايك انت بموضوع الزباله؟ اوه اكيد بدك تسمع. يعني ما بعرف يعني هلا كنا هيك عم نحكي شوي قبل ما تبلش الحلقه انه بتحس كل مره بيجي مشكل بينسيك اللي قبله، ما بعرف اذا بينسونا بهالطريقه المشاكل الاكبر اللي نحن فيها 100%. يعني هي مشكل اكيد اساسي وهلا صار متعلق بصحتنا ودايركت. هلا رح نحكي معك على مشكل يعني اكبر موضوع المخدرات. بدي رحب بإدمو خوري مساء الخير. إدمو أول معنا أول مرة معنا بالباكستيج، قبل مرة تعرفته عليه من خلال حديثه عن SBC TV وهلا عم يعمل معنا ستاج هو لأنه طالب إعلام. الليلة أول مرة معنا ورح يستلم لنا السناب شات أكاونت تبع زفان تبع هو، يعني كل شيء بتشوفوه على سناب شات بيكون هو حاطه هلا هو المسؤول عنه. أهلا وسهلا فيك، ونحن يعني بنتمنى إنه هالتجربة هيك تزيدك معرفة بمجال الإعلام. أمي بما أنه أنت عملتي ماسترز، خلصت الماسترز على فكرة أو لا؟ أنا وأمي على فكرة زيت البروموسيون بالأنديو، خلصنا الماسترز سوا. شو بتعطي النصيحة بما أنه هو أول سنة هلا بالإعلام؟ أول شيء كتير هيك بنبسط بس اسمع أنه حدا عم يعمل إعلام، لأنه بتعرف أنه هلا حالياً بس حدا بيقول بدي أعمل إعلام أهله بيقولوا له لا وخلص ودرس شي ثاني وشو بدك بهالشغلة. كتير بنبسط وبقول له أنه شغلة واحدة إذا عندكم شغف، يعني ما بدي الا عن جد شغف لانه بدها تاخذ من وقتكم، يعني ما في 8 5 وبروح على البيت، في انا ونامي وانا وانا هاي 8 5 عجبتني ثانك يو امي. لا عن جد يعني اذا عنده شغف بالعكس يعني عالم كثير حلو واللي بيحبه رح يغرق فيه. رح نرجع على السياسه. قرلت لا خلينا نبلش بخبر قضائي. طيب يلا بلا سياسه، هلا سياسه يعني احكي لها سياسه وين فايت يعني العام ما هيدي وطائفيه المحور السياسي بالحلقه الزباله. ايه صحيح. طيب نحكي عن الرئيس. نحكي من الزباله طيب نحكي عن الرئيس. حلو. لا في انتخابات رئاسيه، اذا بدك في خبريه اليوم. صحيفه النهار نقلت عن مصدر دبلوماسي امريكي خبريه بتقول انه في تخوف من انه كل نهار بيتاخر فيه هالاستحقاق بيرتفع الثمن يلي رح يدفعه لبنان، وابدا قلقه من انه ليش ما عم يقدروا يتفقوا المسؤولين اللبنانيين حول هذا الموضوع رغم كل الدعم اللي عم يتقدم لهم عالميا. فشو بدك نحكي بقى على الانتخابات الرئاسيه؟ طبيب نفسي لنساله ليه ما عم يتفقوا على من اذا بدك تبحث الموضوع من الناحيه النفسيه، ليه الذوق يعني المجلس النواب اللبناني بما انه هو اللي بينتخب ما عم يقدر ينتخب على رئيس يعني يوصل لاتفاق لينتخب رئيس جمهوريه؟ اذا بحث من الناحيه النفسيه. هلا من الناحيه النفسيه هي السؤال انه كيف نظره الرئيس ببلد هو مثل نظره الاب بعيله، يعني الشخص اللي بيحمي من بيعطي القانون وبيعطي ليه. دونك السؤال هو اللي رح نوصل له انه رح نصير ببلد ما بقى فيه هالاوتوريتي هيدي المهمه السلطه المهمه، وبالتالي حتى على نيفو اصغر من البلد يعني نيفو العيله ونيفو العلاقه مع الاطفال ومع كله هيدا رح نعيشه انه هالموت هالنقص بالسلطه، وهيدي شغله كثير مهمه لنمو الاطفال ولتطورهم، وهيدي شغله رح نوصل لها قريبا لانه ما بقى عندنا ضوابط ما في كبير هيدي شغله مهمه.
ان شاء الله القضاء يكون كبير. خبر قضاء اليوم هو خبر كان خبر قضاء هو صدور الحكم ب اذا بتتذكروا انهيار مبنى فسوح بالاشرفيه من 3 سنين. صدر الحكم امبارح وبتعرفوا كان في وفاه 37 شخص. الحكم قضى بادانه مالكين العقار يلي هن ميشيل وكلود سعاده وحكم عليهم بالسجن كل واحد 2 سنين. وكمان في كان تعويضات بلغت قيمتها اقل شوي من مليارين، يعني 1,945 مليون. وحملون هن مسؤوليه حملون المسؤوليه طبعا. رح ناخذ تعليق اولي على الموضوع من ممثل المالكين واتحاد المالكين بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستاذ جورج ربحيه. مساء الخير استاذ جورج. مساء الخيرات. نحن عم نحضر لحلقه عن يعني جديد موضوع الايجارات بما انه البلد اجواء حراك، ولكن شو تعليقك على هيدي المساله بالضبط؟ هيدي المساله يلي البناء يلي انهار نعم بمنطقه فصوح. نعم طيب هذا البناء النهار يعني بالحقيقه بيجوا بيحملوا المسؤوليه، بدي عم بحكي بشكل عام هلا. وطبعا في نص صدر عن اللجنه القانونيه في بلديه بيروت يلي ارتأت وقال لازم اصدار نص يقضي بعدم تحميل المالكين اي مسؤوليه عن حاله البناء، وهذا شيء مضبوط لانه يلي بشيد بناء بيجي مثلا شخص معه قرشين كان بافريقيا كان بالاغتراب او كان هون بلبنان بس هي نعم تحميل المالك المسؤوليه، والمالك بيقول انه هو ما عمل شيء لانه قضيه المستاجرين. لا برضو اول شيء انا ما عم بحكي عن قضيه هالقضيه تحديدا بس بشكل عام. بسرعه انت تتعاطف مع المالك بهذه المساله؟ لا ما اصلي تتعاطف مع المالك، اذا المالك معه بده يحمله مسؤوليه. لا. بس المالك يا خيي بيقدم المصريات في المهندس يلي هو بيتعهد ويلي هو بشيد البناء ويلي هو بيشرف على البناء. بس تتوقع من المالك يصلح مبنى؟ يعني هل تتوقع من مالك بيملك يعني مبنى قديم بأجارات قديمة يصلح المبنى أو لا؟ ما بيقدر. ما بيقدر. شو عم يقبض؟ كان يقبض 3 دولار بين 85 و92 3 دولار بالسنة، وهلا بيقبض 5000 10000 ليرة. نعم شكرا لك استاذ جورج. شكرا لك. رح نفتح هذا الملف لانه هذا ملف كثير حيوي واساسي. شو عندنا شيء ثاني لفت لكم نظركم؟ شيء ثاني لفت لي نظري على نفس اسلوب الحديث الطائف زباله شيعيه وسنيه، للاسف هالمره جنسيه واستعاده جنسيه على اساس طائفه. هالمره توحدوا رجعوا التيار الوطني الحر واللبنانيه على المطالبه باستعاده الجنسيه للبنانيين، وهذا شرطهم الاساسي ليكون البند الاول ليحضروا الجلسه التشريعيه والا ما راح يحضروها. ومع انه هذا الشيء عم يستغرب الرئيس نبيه بري انه ليش هن مصرين على استعاده الجنسيه بهالوقت، يعني مع انه بتامن يعني تقريبا بتامن مناصفه اذا قال شوي يمكن للمسلمين مثلهم مثل المسيحيين. ليش شو السبب؟ شو ليش مصرين عليها؟ ما بعرف، انا هذا الموضوع بيستفزنا يعني، عرفت؟ لانه قاعدين انتم هلا عم تبحثوا باستعاده جنسيه، شو التمييز يعني؟ وفي نساء لبنانيات وهي احق بانه تعطي الجنسيه لاولادها ومنها قادره تعطي الجنسيه لاولادها وزاربه اولادها بهذا البلد. بعدين غير هيك يعني بدهم يعطوا الجنسيه للمتحضرين من اصل لبناني، اذا الامراه متجوزه اجنبي باستراليا ما فيها تعطي الجنسيه لزوجها او لاولادها، يعني نفس الشيء. رجعنا على نفس الاسباب الطائفيه. بس يعني مثلا اذا مرة أسترالية ومن أصل لبناني وعطوها بأستراليا الجنسية وهي مش قادرة تعطي جوزها أولادها الجنسية اللبنانية، وليش إنه هل تفتخر بجنسية ما بتعطي أولادها يعني ما بتعترف باولادها؟ ظلم هيدا اللي عم بيعملوه هلا هن، انه عم بيرجعوا يبعدوا ما هن وعدوهم لحمل الجنسيه، كانه بدهم يعطوا الجنسيه على اساس يمشوا بهذا القانون ويقروه هيك، هيدا اللي عم بيعملوه عم بيرجعوا يبعدوه لشو هلا تركين كل شيء عم بيصير بالبلد وعم تبحثوا بهذا القانون يعني المشحف بحق مجتمع كبير بلبنان يعني بس لانه على اساس طائفي وبس لانه لمصالح انتخابيه. طيب حدا يفسر لي ليه القوات والتيار العوني عم يتفقوا ويصروا على هذا الموضوع؟ هل بيعتبروا انه مسيحيا بزيد عدد المسيحيين بلبنان؟ بس هو من المؤكد انه نفس الشيء كل الطوائف، ولكن لانه حتى بدراسه هذا القانون ما حيكون في انه كل العالم
تستعيد، لا حيصير في ورقه وقلم وحيصير في انه هولي بحق لهم يستعيدوا هوليك ما بحق لهم حسب يمكن قديش طائفيا كمان حسب كل فتره للثانيه على اساس طائفي من جنس ممكن قديش صار لهم برا ممكن يعني بلاقوا لها كذا صيغه يعني بس في هون حكي لنائب سيرجس تورس كريستيان كان كثير يعني كثير الاعلام ضج فيه بيردوا على هذا الموضوع انه ما في لبنانيه عم بيهجوا هلا من البلد بالبحر وهم عم بيموتوا بالبحر وبدهم يكبوا الجنسيه اللبنانيه فانتوا عم تحكونا بشيء هلا مش وقتها حاسس يعني مش عم بفهم شو الحكمه من وراء خلينا نعمل نجيب يعني ممثلين على القوات والطياره العونه جماعه الجاي فسر يعني يقنعونا يا من قنعونا يا بيقنعونا بس هل الاصرار بهالوقت في شيء غريب وبما انه النساء خبرينا شيء خبريه منيحه هالمرة النساء كمان جابوا خبرية منيحة بيجيبوا أولاد منيح للبلد وبيجيبوا خبريات منيحة فريق الرياض بيروت للسيدات بطل العرب للمرة الثانية نحن بنتذكر السيزن الماضي استضفناهم عنا بالاستوديو هالمرة فازوا بكأس بطولة الأندية العربية بكرة السلة يلي أقيمت بالقاهرة وتواجهوا مع نادي الصيد المصري وتم اختيار اثنين من فريق الرياض ريبيكا عقل وتمارا خليل ليلعبوا ضمن منتخب العرب بدنا نقول لهم الف مبروك وهالمره فتحوا لنا صالون الشرف حلو مبروك كان لازم نجيبهم يعني نستضيفهم زينوا لنا الاستوديو نحتفل فيهم مثل هذيك السنه يلا على الثالثه ان شاء الله على الثالثه رندا والله نحن عندنا خبر عن منع الامن العام عرض فيلم وثائقي عن قضيه مهجري الحرب داخل حرم الجامعه الامريكيه والفيلم هو للمخرج ران متري بعتقد لوسيان كمان هيك بيكون اكيد مهتم بالخبريه هو كان مقرر عرضه باطار اكاديمي خاص ضمن ندوه وجلسه نقاش بدعوه من احد انديه الطلاب بالجامعه الفيلم عنوانه لي قبور في هذه الارض وبيطرح قضيه مهجري حرب الجبل من خلال قصص عائلات مسيحيه تهجرت خلال الحرب الاهليه ببدايه 8 هو وثائقي عم يعطوا شهادات تماما هلا هو الامن العام كان منع عرضه بالصلاه اللبنانيه بحجه انه بيمثل تهديد للامن الوطني وبحرك الغرائز الطائفيه هلا هي عم تلعب على مساله انه المنع كان للصلاه العامه ولكن هالمره العرض باطار اكاديمي بجامعه وبندوه خاصه يعني هو شيء اكيد مع او ضد المنع أرلات حسب الفيلم والله ما شفته بس انه حتى ينعرض باطار اكاديمي لا ما عرض لوسيان. باطار اكاديمي اكيد ضد انت عاشت زيت هذه التجربه شو اول شيء بتحب تساله للمخرجه رين متري انه اذا مرت جاي رح تعمل فيلم رح تغير رح تعمل رقابه ذاتيه يلي هو شيء كثير خطر لكل الفنانين انه وقت تكون عم تمارس الرقابه هالطريقه نحن عم نقول للفنانين انه في اشياء بتقطع وفي اشياء ما بتقطع ولازم تفكروا فيها قبل ما تبلشوا تصوروا يعني بالاخير هذا الفيلم كان لازم ينعرض بالصلاه انت حضرته لا بس شو ما كان الفيلم لازم ينعرض بالصلاه نعم لازم ينعرض بالصلاه لا حسب يعني الكونتنت تبعه الموضوع او شو هو على حسب العمر يعني فيك تعمل له ريتنج تحطه مثلا تحت 18 بالاخير فوق 18 الشخص صار واعي بيقدر يعرف المواضيع اللي عم يحضرها اذا ما عجبته بالاخر في يطلع من الصاله ما في شيء بيجبره يضل طب هلا اذا حطته هي اونلاين مثلا حطته اونلاين كمان فيها تحطه اونلاين لو بدهم يطلوها بيطلوها يعني لو على كل احوال معنا رين متري رين مساء الخير مساء الخير كنا حابينك تكوني معنا اليوم بس مع الاسف ما زبطيت شو ناوي تعملي هلا بس قبل ما اقول شو ناوي اعمل بدي صحح بس معلومه الفيلم ما بيحكي عن تهجير المسيحيه بالجبل بس الفيلم بيحكي عن تهجير من كل الطوائف ومن عدة مناطق يعني نعم. بيحكي عن تهجير النبعة تل الزعتر ضمور الجبل شرق صيدا فبس مش بس أبدا عن تهجير المسيحية اللي ناوي أعمله هلأ أنه في دعوة قضائيين رفعت من عبر المحامي نزار صغية رفعنا دعوة عبر مجلس شورى الدولة ضد الدولة للطعن بقرار المنع والدعوة مفروض انه تاخد مجراها وراح نشوف شو ممكن يصير
ورح يضل عم ينشغل على الموضوع يعني. والإعلام اللي عمله الإعلام خاصة أول ما طلع قرار المنع بالصيف، الإعلام غطى بشكل كتير منيح القضية ودعم بشكل كتير منيح، وهذا الشيء اللي عطى خلى الموضوع ينحكى فيه يعني، وهذا شيء كتير مهم. نعم لوسيا، الشغلة إنه عادة المشكلة بهالنوع من القصص إنه بيخلوك إنه لأي فيلم تاني بدك تعمليه تعملي رقابة ذاتية. أبداً أبداً. على فكرة أنا يعني لو بدي أعمل رقابة ذاتية كنت عملتها على هذا الفيلم. أنا هذا الفيلم اشتغلت عليه 5 سنين وكنت عارفة ومتوقعة أنه هيك موضوع أكيد رح يتعرض للمنع وللرقابة، وعارفة كل هذه المخاطر وعارفة حالي أني فاتي على حق الألغام، ولا لحظة قبلت أني أعمل رقابة ذاتية. طيب شو الخلاصة؟ يعني الفيلم هيدا مسمي كل الأطراف، طيب ما خلى حدا. نعم. طيب شو بتعتقد الجملة أو الفكرة اللي يعني خوفت الأمن العام من أنه هالفيلم يعمل نعرات طائفية؟ ما أنا جملة، بعتقد ما أنا جملة واحدة وما أنا أو كل الموضوع. كل الموضوع بتخيل أنه بالنسبة لإلهم، غير أنه في جمل كتير حساسة يعني بتزيد من حساسية الموضوع، بتخيل انه بالنسبه لالهم ممنوع ان نتذكر او نقول انه صار في تهجير على اسس طائفيه، ولو ما كان يعني اخذ شكل طائفي وتهجير انه في طوائف في احزاب هجرت بعضها، هجرت طوائف. واللي بخوفهم بعتقد اكثر انه عم اقول الفيلم انه اليوم الحرب بعدها مستمره ما خلصت بس باشكال ثانيه، وكل الطوائف خايفه من بعضها. فهذا الشيء اللي بتخيل انا بعتقد انه منهم متقبلينه، انه عم نقول انه ما طلعنا منه وعم نعيش تبعاتها اليوم بعدنا. نعم، شكرا لك، ورح نضلنا عم نتابع خطواتك. علي، زمان وصلني رساله مثل ما وصلت لكثير من اللبنانيين، وما كنت انا وصلت لك كمان، عم تدعي اللبنانيين لانه يبعثوا حرف لام على رقم بينسحب دولار من حسابهم، وبيدعموا العلم اللبناني انه يلف لبنان، او بيدعموا بزراعة ارزي. عم شوفه وراك على الرقم 1106 لدعم علمك ليلف العالم ليبقى لبنان 10452 كيلومتر مربع. 100%. انا مشكلتي مع هو انه مش مفهوم شيء من شيء، مش مفهوم المصاري لمين عم تروح، مش مفهوم مين عم يطلب منا ندفع هاي المصاري. مش بس مين الاهبل اللي اذا وصل له هيك مثلا رح يدفع، بيروح بيدفع بس في حدا بيعملها الاف الدولارات كمان، في حدا بيعملها. هلا بغض النظر للربح، الربح يمكن عم يتصيدوا الناس بفكره الربح، بس قد ايه في ناس معقوله هلا تدفع لحتى لي يلف العالم اللبناني ومش عارفين شو يعني يلف العالم اللبناني؟ بس كيف يعني كيف يلف صراحه انا في شغله شو او لتضل ارثة لبنان شامخه؟ شو يعني في بالناس فريق دون نقاش لا يبقى لبنان دون نقاش، يعني اذا ما اتصلت دون نقاش سكر الموضوع. خلينا نتابع هذا الموضوع جمعة الجاي. وفي عنا كتير قصص شكاوى عم تجي على قصة من وراء هيك المسابقات، من وراء المسابقات رح نحكي عن هذا الموضوع مطولا جمعة الجاي. رح نقفي هذا الموضوع هلا بسبب ضيق الوقت، لانتقل لعامل تهنئة لزميلة لإلي وصديقة. تم تعيين الزميلة والصديقة الدكتورة زاهرة حرب عضو بمجلس رفيع يشرف على مضمون كل ما يبث على الإذاعات والتلفزيونات التجارية البريطانية. زاهرة حرب إعلامية وأكاديمية لبنانية، اشتغلت بالتسعينات وانشهرت كمراسلة بلبنان، اشتغلت بتلفزيون جديد، بتلفزيون المستقبل وبتلفزيون لبنان. أنا اشتغلنا سوا بتلفزيون لبنان، ومن يعني السنة الجاية بنكون سوا إذا بدك اشتهرنا كثنائي غطى مزارة قانا. سنة الجاي بيكون صار لنا 20 سنة على ذكرى مزارة قانا. حرب هي أول عربية تعين بمنصب مماثل بهالمجلس البريطاني اللي شكله بيشبه المجلس الوطني للإعلام ببيروت. رح ناخد اتصال مع زاهرة. زاهرة مساء الخير. زاهرة من بريطانيا. زاهرة بس في فرق بين المجلس الوطني اللبناني والبريطاني. طيب ما في زاهرة على الخط. اوكي. خلينا ننتقل للموضوع الثاني اللي عندنا. شو عندنا؟ بقول لك مشغولين ببريطانيا. مشغولين بأدال شكله. حدث فني هو أدال. المغنية اللي بعد غياب سنتين ثلاثة رجعت بأغنية اسمها هلو، وهالأغنية ضربت حققت أرقام قياسية حطمتها. يعني كان إلى ساعة نزلت الأغنية على اليوتيوب كان صار في عندها 1,600,000 مشاهدة، تحولت ل50 مليون خلال 48 ساعة، ول100 مليون خلال
خمسة أيام. يعني الرقم القياسي اللي ضربها قبل هو كان للكوري الجنوبي صاحب أغنية غانغام ستايل اللي سنة 2013 حقق 100 مليون مشاهدة بخلال أربعة أيام مش خمسة أيام، يعني سبقة بعده بالرقم. نعم. بخلال غنية جنتلمان أدال هي شكلت الفارق السنة وغنية يعني عملت رامياسي وفي كتير جوسب حولها كمان. ايه مظبوط، بيقولوا انه أدال عم تعتذر من حبيبها السابق بس هي نفت. هي قالت انه الغنية عم تحكي عن شعورها بالذنب تجاه الاشخاص اللي جرحتهم، وانه هي بتشعر بالحنين لبلدها وبتشعر بيأس لما بتكون برات بريطانيا، ولهيك غنتها هي. هلا الغنية رومانسية حزينة فيها نق شوي كتير يعني نق شوي كتير فينا نشوفها على الويندو يعني كل العالم شفتها بس انه اللي ما شافها والفيديو كليب من اخراج سينمائي مخرج كندي من اصل مصري في هيك عربي يعني اذا بدك. وهذا الالبوم اللي يعني اللي سمته 25 هي كانت قبل قبل اربع سنين كان عندها البوم 21 هي بتحبها بعمرها بس هي اخر مره قالت تعملها بس هي بعتقد الشارع الاكبر يعني هي الشارع الاكبر بكره بس تصير على 30 فرجوني يا شو رح تكتبوا. لا ما هي قالت انه 25 وخلص وعلى 45 بكره بس هي الغنية مشهورة على شو على غني على ال على ال هلا هي الغنية صار فيها شهرة مثل ما هو سنو بول يعني مثل كرة الثلج، واللي سبب الغنية تشتهر أكثر هي كل النكت اللي عم تطلع عليها الغنية على الإنترنت. يعني في ناس أنا بحس أكثر ناس سمعتها مش من ورا الغنية، من ورا النكت اللي طلعت على الغنية. خلينا نشوف مجموعة من النكت وخاصة اللبنانية لأنه اللبنانية انجلقوا كمان على الموضوع. ألو مين معي؟ It's me. أقصد مين ما معي وقت مين؟ I'm sorry. هادي أنت؟ Hello. Hello. Is it me you're looking for? Hello. Hello. مين؟ It's me. أهلاً. I was wondering if after all these years you'd like to meet. ما بقى حدا ما رجع للأكس تبعه للغنية. بس هو ليونارد ريتش الوحيد اللي هو عن جد عملها، يعني هو شخصيا عمله أو بالأكاونت تبعه حطوا له إياها. شو السبب برأيك؟ هي كلمة هلو والفكرة إنه أنت فيك إتس لايك كأنها فيل إن ذا بلانك إملأ الفراغ، يعني كلمة هلو في حدا بده يرد عليك بتسمح لك كثير تلعب فيها تعمل فيها نكت. هي صوت أدال هي صوت أدال وهي أدال يعني أكيد جماهيريتها لأنه صار لها 21 كان قبل لحظة لا يوصل لعندك الصوت إيه هلا وألبوم لأدال 21 كان قبل هذا كان عنده تو هيت سينجلز بعدهم لهلا عم بينعرض مثل رولينج إن ذا ديب وي يوست تو هاف إت أول وهالغنية كمان بعدها لهلا بعدين انعمل ماركت يعني انعمل كثير ماركتينج لها وبعتقد يعني في لها تفسير. أنا اليوم كنت عم بحكي بهذا الموضوع مع أحد مشغلي موقع لبنيز ميمز رح ياخذ معه اتصال جاد بوكرم. جاد مساء الخير. جاد معروف أكثر بأو ماي جاد كمان على السوشيال ميديا. كيفك جاد؟ بونسوار. كيفك لبنان؟ انت كمان نفس الوقت يعني كمان كوميدي لبناني محترف او غير محترف شو فينا نقول؟ يعني بلشت على طريق الاحتراف. نعم موفق. نعم. شو تفسيرك لهالظاهره وخاصه انه مواقع لبنيز ميمز يعني اليوم هيك مدروزه نكت على أدال؟ لك هي اذا بتلاحظ مين اللي عملهم لهول الفيديوز هي كانت مش اكونت شخصيه، يعني هي مش اكونت واحد شخصي لقاله نزل هيك فيديوهات، هو البيجز او على تويتر. ليش؟ لانه بينت الاخر الترند اخر فتره انه اكثر فيديوهات بينعمل لهم شير هن الفيديوهات الكوميديه الكوميكس اللي بيضحكوا العالم. فليش بيعملوا واحد بينزل فيديو بينعمل له شير تزيد عدد اللايكس على الصفحه عنده او تزيد الفولوورز عنده على تويتر؟ يعني قصه سبق فولوورز وسبق فانز. وما بننكر نحن كمان كليبانيز ميمز اللي عندنا تقريبا 230 ألف فان على الصفحة نعمل هيك شيء وشير هالستاف تنجيب لايكس أكثر بعدين كرمال نقدر نوصل أفكارنا لكل هالعالم اللي عندنا. نعم شكرا لك جاد يعطيك ألف عافية. بعتقد يعني تفسير منطقي هي يعني نحن هلا كمان عم نعمله إنه العالم عم تحكي بعدين نحن عم نعملها
طالب. لا هيدا هون فرق، نحن هاي شغلتنا بغرفة العمليات انه نحكي عن ابرز قصص صارت بهذا الاسبوع، كانت بتضحك ولا بتضحك. بس هو اللي عم يعملها اول شيء موجة، يعني مثل وقتها هيدا السطل المي عم نعملها لانه موضة، وعم نعملها لنكون جزء من المجتمع، وعم نعملها لنجيب لايكس اكثر وكمان كون لا ينعمل له ايه لا ينعمل له نشير اكثر. وهو ليش عم تجيب لايكس؟ نحن وقتنا خلص استراحة، والموضوع الاول لليوم شو هو؟ حملة امي صياح جميلة الليلة. ايه وشو هي؟ لحظة بدكم اعلانات؟ مش فارق معي. بعد الفاصل أمي صياح وسامي الجابر وحملة ما بتفرق معي بلا طول سيري، مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-48. لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. وأشرقت شمس أمي صياح على منتور أرابيا. بداية الحلقة وقفة مع جمعية منتور العربية، وهي مؤسسة إقليمية غير حكومية تعمل بمجال التوعية لحماية الأطفال والشباب العرب من المخدرات. رئيس المؤسسة هو الأمير تركي بن طلال من السعودية، وبضم مجلس الأمناء نخبة من الشخصيات ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية. المؤسسة هي جزء من مؤسسة منتور العالمية ورئيستها ملكة السويد. مناسبة الحلقة إطلاق منتور العربية حملتها السنوية تحت عنوان ما بتفرق معي، ووجوه الحملة هن الممثلة اللبنانية الشابة ومقدمة البرامج أمي صياح، ونجم كرة القدم السعودية الكابتن سامي جابر. ما تفرق معي إذا خسرت أهلي، ما بتفرق معي إذا خسرت أصحابي، ما تفرق معي إذا خسرت مهنتي، ما بتفرق معي إذا خسرت حياتي. أنت بتفرق معك؟ أنت تفرق معك؟ ساهموا معنا في دعم حملة منتور العربية. أمي مساء الخير هالمرة رسميا، أهلا وسهلا فيك. كمان بدي رحب بالمديرة التنفيذية لمؤسسة منتور أرابيا سوريا إسماعيل الأنصاري. أهلا وسهلا فيك سوريا، نحن مبسوطين كتير بوجودك. أنا مبسوطة أكثر صراحة، وميرسي كتير على استقبالنا بهالبروجرام المهم، وبتشكرك زفان لأنه أنت صديق للمؤسسة من زمان وبتدعمنا بكل مناسبة. طبعا كان الكابتن سامي الجابر حابينه يكون معنا ببيروت، ولكن لظروف عمله ما قدر يكون معنا، رح نحكي هلا عبر التليفون، وإن شاء الله بحلقة مقبلة نستضيفه مباشرة على الهواء. سوريا إسماعيل ناشطة سعودية بمجال التوعية وحقوق الإنسان، وهي بإدارة منتور العربية من 4 سنوات، ومقر المنظمة الإقليم اليوم ببيروت، ومن بيروت أطلقته هالحملة تحت شعار مثل ما صار معروف وكل العالم عم بتشوفه ما بتفرق معي. معروف انه منتور أرابيا بتشتغل دايما على حملات التوعية وخاصة للأطفال والشباب. السنة بحب أعرف على أي أساس صممتوا هالحملة واخترتوا هالشعار؟ نحن طبعا هدف المؤسسة توعية عامة للأهل للشباب للأطفال وللعاملين الاجتماعيين وللمعلمين، كل فئات المجتمع اللي هي ممكن تعنى بموضوع الوقاية من المخدرات. هالسنة نحن قررنا أنه يعني تحديدا نركز على فئة الشباب، فكان الهدف من هاي الحملة أنه كيف نقدر من خلال أشخاص معروفين ومحبوبين سواء بعالم الرياضة أو بعالم الفن أنه نقدر نوصل الرسالة للأشخاص المعنيين اللي هن الشباب بشكل عام بطريقة سلسة وسهلة وتأثر فيهم إيجابيا. نحن من فترة مش من زمان، يعني سنة أو اثنين، قمنا بحملة بمدارس على مستوى لبنان، ومن ضمن الأسئلة اللي طرحت أنه أنتم مين بيأثر فيكم أكثر شيء؟ يعني لو بدنا نحن نوصل الرسالة مين ممكن تتأثروا؟ الأهل، الأساتذة، الأصحاب اللي هي يعني البير تو بير، ولا المشاهير؟ فالأغلبية كانت الأهل والمشاهير. فطبعا مثل ما بنعرف نحن أنه الرياضة والفن من الوسائل اللي هي ممكن تخلي الشباب يعني يهتموا بأشياء إيجابية.
ونقيتوا الشعار، يعني الشعار شوي صادم عادة، يعني يا بيحطوا جماجم يا بيحكوا عن الطبيعة، كان في هيك بيوحي بالسلبية الشعار، على أي أساس اخترتوه؟ هلا الشعار هو فيه تويست أو فيه مثل يعني ريفرس سايكولوجي أو عم نشتغل بالعكس، يعني مش معقول إنه إيمي ما تفرق مع حياتها، مش معقول إنه سامي ما تفرق معه مهنته أو أصحابه أو عيلته، أكيد لا. فهي البوينت إنه الشوكينج فاكتور أو النقزة إنه نحن نصدم المشاهد، مش سلبي قد ما هو الصدمة انه ما بتفرق معي. طب انت بتفرق معك، لو بتفرق معك لازم انه يكون عندك اكشن. لازم وتوجهتوا لهالفئة العمرية وللشباب لانه الدراسات عم بتقولكم انه نزل كتير عمر تعاطي المخدرات صحيح. بالعالم العربي وصولا لحتى 11 و12 سنة صحيح. على هالاساس بنيتوا الحملة السنة صحيح تماما. نعم. اما شو ما بيفرق معك؟ شو ما بيفرق معي؟ هلا تعليقا على الحملة، اكيد الاهل والاصحاب ومهنتي ومستقبلي والناس اللي بحبهم وكله لازم يفرق معي. يعني الفكرة انه الشباب تحديدا المراهقين بيقولوا مثلا، بيقولوا الاهل كلمة بيقولوا له اخر همي ما بتفرقوا معي، يعني هيدي كلمة كتير بيستعملوها المراهقين لهالسبب، هالسلوغان عم بيأثر فيهم، بحسوا حالهم هن بيقولوها كتير لهالكلمة. شو اللي ما بيفرق معي؟ كل شيء لازم يفرق معي. الاشياء السلبية بتفرق معي لانه لازم غيرها، والاشياء الايجابية بتفرق معي لانه لازم بعد خليها تصير ايجابية اكتر. وانت عم تعملي جوله هلا على المدارس، ولا رح نشوف مشاهد صورناك باحدى المدارس، شو يعني كيف عم تكون ردود الفعل الطلاب اللي عم تشوفوهم، وشو انت اهم رساله هيك حريصه توصلي لهم اياها؟ زفان يعني المدارس، زيارات المدارس عم تكون كثير حلوه لانه دائما التواصل المباشر مع الطلاب أساسي، لأنه بتسمعهم دغري شو عم يحكوا، شو عم ينكتوا، كيف بيفكروا، الأسئلة اللي بيسألوها كمان. يعني الزيارات رح أقول هيك بكل صراحة تجربتي، على قد ما كانت حلوة على قد ما بتخلينا بعد نخاف أكتر، منتخوف من اللي عم بيصير، من الأسئلة. ويمكن سوريا كمان فيها تضيف على هذا الموضوع، يعني أسئلة الطلاب بتقلك بهالعمر 15 و14 و16 بيعرفوا هالقد بهالمواضيع، فهيدا شيء فعلا فعلا بخوف. يعني كون بارت من هال، مثل شو مثلا اكثر اسئله صدمتكم اذا بتتشاركونا سوريا؟ في سؤال انا كثير علق بعقلي، قال لي واحد من الطلاب بس مس الكوك انرجي بوستر، انه ليه ما في اخذ كوك؟ انا نقزت صراحه. وعم نحكي قد ايه عمره يعني 15. يعني انا لما سمعت الجمله اول وهله نقزت لسكندز، ما عرفت شو بدي اقول له اونستلي. بعدين رجعت دركت حالي وقلت له انه لا، انه فسرت له انه في معلومات غلط. قلنا له انت من وين عم تجيب هاي المعلومات؟ قال من الانترنت. طب ما الانترنت والدراسات هي، هل هي مبنيه على اسس علميه؟ هل هي مبنيه على ابحاث صحيحه؟ لا، ففي معلومات غلط عم تروح لهدول الاشخاص او للشباب. نحن من واجبنا او كمؤسسه بنسعى لنصحح هاي المعلومات بطريقه كثير علميه، يعني ما هدفنا انه نخوفهم او نقول لهم حتموتوا، لا ابدا، بس انه نصحح المعلومه انه انت المخدرات شو بتاثر على دماغك على جسمك. نعم. بس انتم قد ما يعني استغليتوها لامي ولسامي بمرحله لاحقه، ما فيكم تبرموا على كل المدارس بلبنان وبالعالم العربي، هل عم تفكروا مثلا تفوتوا بشراكه مع مؤسسات رسميه، مع وزارات التربيه بالعالم العربي؟ اكيد. هل في تعاون؟ نحن اوريدي فينا نقول باغلب الدول العربيه في عندنا شراكات كثير مهمه مع الوزارات المعنيه، بلبنان من اهم شركائنا وزاره الشؤون الاجتماعيه، ونحن العام الماضي وهالسنه مكملين معهم ببروجرام غطينا دربنا جميع العاملين الاجتماعيين بمراكز التنميه الاجتماعيه بلبنان والخدمات الاجتماعيه. نعم. أنا أسئلة إذا الحملة رح تشمل يعني عدد أكبر من المدارس، لأنه المدارس اللي حابين كمان إنه تروحوا لعندهم شو لازم يعملوا، شو فيهم يعملوا؟ يعني نحن بدأنا وإن شاء الله حسب برنامج أمي، وأنا كتير بحب أتشكرها إنه هي أصلا موجودة معنا بهي الحملة، هي وكابتن سامي الجابر كسفراء. صحيح إنه عم ناخذ من وقتهم كتير، بس نحن كتير كتير فخورين إنه هن معنا. نعم. رح ناخذ اتصال مع شريكك بالحملة الكابتن سامي الجابر. مساء الخير كابتن. اهلا وسهلا لكل جميع المستمعين والمشاهدين. يعني طبعا حضرتك بغنى عن التعريف اسطوره كره القدم السعوديه، ونقلت منتخب بلادك الى اعلى المباريات العالميه، ورفعت اسم بلادك وعلم بلادك، واليوم عم بتشارك بحمله توعيه للاطفال وللشباب ضد المخدرات. شو اللي خلاك
يعني تدخل بهيدي الحملة؟ وهل حدا مثلا اليوم بلومك أو بيقول لك شو بدك بهذا الموضوع؟ وربط المخدرات بالرياضة شو موقفك منه؟ أول شيء أنا أشكرك وأنا سعيد بالمداخلة في هذا البرنامج الرائع، وخصوصا تحت قيادتك. وأنا حقيقة مبدئيا هذا ليس فقط أنه دخول إلى مجرد دخول، هذه حملة فعلا احنا من الهدف من وراءها أن احنا نحمي الجيل القادم، نحمي شبابنا، نحمي أطفالنا، نحمي من خطر كبير جدا في المنطقة شائع وهو المخدرات. أعتقد أنه يعني ميليتر العربية يعني تقدم أيضا واجهة تحمي من خلالها، أو رسالة تحمي من خلالها هذا الشباب اللي أعتقد أنه يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى التوجيه، يحتاج إلى أن احنا نكون فعلا نحد على الأقل أو نشارك على الأقل للتوعية أكثر، لأنه الخطر المخدرات أصبحت في مجتمعنا، المجتمعات العربية ككل، خطر يهدد الأجيال القادمة. وحقيقة أنا جدا يعني هذه الأمور على وجه التحديد في مثل هذه المشاركات، سعيد جدا بمشاركتي وأتمنى إن شاء الله أن تتفعل أكثر. نعم كابتن، برأيك شو مدى يعني التركيز على الرياضة للتخلص من يعني من المخاطر أو الممارسات الخاطئة أو حتى الإدمان؟ قد ايه التشجيع على الرياضة ممكن يلعب دور بحماية الشباب؟ هو شيئين. الرياضة نعرف أنه شيء مهم بالنسبة للشباب، والرياضة يعني تعطي لدى الشباب طاقة كبيرة وتحميهم من أشياء كثيرة، ولكن أيضا الرياضيين، لأنه نعرف أنه الشباب حاليا يعني النجوم بالنسبة لهم، النجوم الرياضيين قدوة في كل شيء. أول شيء أنه الرياضة بدون أدنى شك أنها للجسم، للعقل، لكل شيء مهمة جدا، ولكن مطلوب أيضا من الرياضيين، مطلوب من الناس السليبرتي النجوم أن يشاركون مثل الحملات للتوعية. نعرف أنه أحيانا ما يكون يتوفر لدينا أشياء كثيرة مثلا على وجه التحديد نحن نخصص لها برامج، أن احنا معظم الرياضيين ما يشاركون بفعالية، ولكن تحصلهم قدوة لبعض الشباب اللي ممكن كلمة واحدة يكون فعلا تنور له طريق، تنور أو تفتح له باب مهم. فأعتقد أنه أيضا الرياضة كممارسة للرياضة تبتعد فيها الجسم عن السموم وعن أشياء مهمة اللي هي تنقي الجسم وتصفي العقل. أعتقد أن الرياضة مهمة والنجوم مهمين في مشاركة للتوعية. شكرا لك كابتن، ويعني هيك ما رح نعتبرها قطعت لأنه مرت الجاي بس تكون ببيروت أكيد حابينك تكون معنا بالاستوديو. ما رح أرجع لعندك، ترددت شيء قلت أنه أنا ببداية الطريق هلأ ما بدي أربط حالي بهالنوع من المواضيع؟ بتعرف زافين أبدا لا، لسبب واحد أنه بداية الطريق بشغلي، بس اللي عم بعمله واللي ماتر قريبي عم بيعملوه هو بعتبر يمكن واجبات كل مواطن، كل شخص واجباته انه يكون عم بي وعي اللي حواليه. بنهاية كلنا عنا اولاد واهل واخوه واصحاب، الفرق وقت يكون الشخص بيشتغل تحت الاضواء بيكون معروف اكثر من غيره، هو بس انه تقدر توصل هالرساله لعدد اكبر من الناس بوقت اسرع، هي الفكره الوحيده. او خاصه انه المراهقين والشباب يمكن اوقات بيصدقوا الشخص اللي بيحضروه اكثر من اهلهم، مع انه اهلهم بيفهموا اوقات اكثر من كل الاشخاص. فهي اكيد ما ترددت لانه بعتبر هو واجباتي كإنسان. طب شو مرة أنت شخصيا تعرضت للتجربة؟ الحمد لله أنه لا، بس أكيد وبجزم أنه بالمدارس وبالجامعات في عدد كبير من الطلاب تعرضوا. وحتى لو الطالب أو شخص بيقول أنا قوي، ما كل طالب أو كل شخص عنده نقاط ضعف، عنده مشاكل بحياته، بيجي هالشخص بيقنعه بنوع معين من المخدرات، بيقنعه أنه بدها تطلعك من مشاكلك، وهالشخص بيكون ضعيف ما بيعرف انه رح تأدي لمشاكل. طب انت لو تعرضتي او اذا اي حدا هلا اليوم عم يحضرنا تعرض، شو برايك احسن ردة فعل ممكن تكون؟ اول شيء انه ما نحسسه انه بي 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 يعني رايي ما بعرف، يمكن سوريا بيعرفوا اكثر بهول بس انت لو صارت لو معك صارت يعني اذا تخيلي شو كنت بتعمل؟ على شخص يعني بتخبري اداره، اذا كنت بالجامعه مثلا بتخبري الاداره، بتخبري اهلك، بدك تخبر حدا اول شيء مسؤول اكبر منك يعرف يتصرف لما تكبرها للمشكله. يعني ما بعرف اذا اول يمكن بتحكي حسب الشخص، يمكن تحكي معه بالاول تشوف وين، يمكن تشوف جايدنس اوفيس بكل جامعه في
بالجايدنس اوفيس، في حدا يكون شوي مسؤول عن الطلاب، اذا رفيقه يمكن بحكي مع اهل، يعني اكيد بدك تجرب تساعد لانه اللي بيسكت كمان بيكون. طب اذا عرفتي حدا من اصحابك هلا يعني اليوم اذا كنت عم تشتغلي بمسلسل عرفتي حدا من الكاست او لما كنت بالجامعه حدا من زملائك بالجامعه يتعاطى، هل بتخبري اهله او الاداره او بتعتبري انه انت ما خصك بهالموضوع؟ لا انه ما شفت وما سمعت. ايه. لا لانه في الضمير بضل له بضل يوعيك هيك بالليل انه في شيء ما عملته. بتحاول، في ناس ما بتتقبل مساعده، في ناس ما بتتقبل كلمه، بتحاول بلا ما تكون عم تزعج الشخص الثاني لانه يمكن. بس بتخبري الاهل مثلا؟ صراحه ما بعرف، يعني ما بعرف اذا صارت اذا بخبر اهل ولا بخبر، لانه الاهل اوقات يمكن رده فعلهم كمان بتكون كثير هيك بتفاجئ او ايه واحد ما بيعرف شو ايه ما بيعرف يعني في احراج. سوريا مين لازم انتوا شو بتنصحوا يخبروا او ما يخبروا؟ هلا حسب العمر، يعني كثير بتختلف باختلاف العمر والباك جراوند. خلينا ناخذ هو سؤالين، يعني اول شيء اذا واحد طالب لنقول بمدرسه او بجامعه انعرض عليه مخدرات لازم يبلغ او لازم يتجاهل هيدا الشخص؟ لا اكيد لازم يبلغ، اكيد اول شيء يصد. طبعا اول خطوه انه يصد، ثاني خطوة إذا مش الإدارة الاختصاص الاجتماعي بيكون بالمدرسة لأنه بيكون أقرب للطلاب من الإدارة وبيكون في أسلوب أكثر بالتعامل. بس ما لازم يعني يتجاهل الموضوع؟ أكيد لا أبدا، لأنه إذا هو قال لا ممكن حدا لأنه هو لو قال لا، ما هو بالنهاية بدنا نفرق بين التعاطي والتجارة. نعم. لأنه ما انعرض عليه فالشخص اللي عم بيعرض عليه هو عم بيتاجر وهي جريمة، بينما الشخص اللي عم بيتعاطى نحن كثير بنشتغل على موضوع التوعية انه هذا ممكن يكون ضحية او مريض. طب اذا شفتي حدا بتعرفي حدا عرفتي عن حدا قريب منك انه يتعاطى ان كان بجامعة او مدرسة او بالعمل، هل لازم تخبري اهله او المسؤول عنه او لا؟ ايه هلا مثل ما كنت عم بقول حسب العمر، يعني انا اذا عرفت على شخص مثلا بالمدرسة مرحلة مراهقة بده ينحكى مع الاهل. اول شيء في خطوة كثير مهمة انه الشخص يكون مقتنع، بدك تحكي معه دايركتلي مباشرة، يعني بدنا نشوف مين الاشخاص اللي بياثروا فيه سواء اهله او ممكن حدا من اصحابه قريب له وينحكى معهم. فاذا الشخص بس مش ما بينحط يعني باطار انه واحد عم يفسد. لا انا عم بحكي بانه الاصحاب بين بعض يعني أبداً. يفسدوا او ما يفسدوا؟ لا يفسدوا اكيد. بالعكس هون عم تشتغل لمصلحه. ايه اكيد لمصلحة رفيقك أو رفيقتك، يعني مصلحة صحته، مصلحة بشكل عام المجتمع، لأنه المخدرات رح تؤدي لمشاكل بعدين، يمكن بيصير إذا مدمن بيصير في سرقة بيصير في جريمة، يعني المخدرات هي بداية لمشاكل بعد أكبر. نعم. الليلة سوريا سؤالي الأخير، عم تنطلق مرحلة جديدة من الحملة اللي بلشتوها من كذا أسبوع ومستمرة لآخر الشهر، شو المسابقة اللي عم تطلقوها الليلة أونلاين؟ نحن حابين نطلق أو طلقنا يعني اليوم مسابقة هي أونلاين على كل السوشيال ميديا أو قنوات التواصل الاجتماعي لمنتور العربية. بدهم يحملوا السلوغن، ما بعرف إذا اللي كنت حامله من شوي، ما بتفرق معي، للهاشتاج ما بتفرق معي للمؤسسة. كل الطلاب الشباب اللي مهتمين أنه يشاركوا بالمسابقة بدهم يقولوا ليه ما بتفرق معهم، ما بتفرق معهم حياتهم، ما بتفرق معهم أصحابهم، صحتهم، ليه ما لازم نتعاطى مخدرات. وممكن تكون كمجموعات، ممكن كشخص لحاله يطلع يحكي. بيعملوا لودينج للفيديو اللي حيصوروا لي، هو بس 15 ثانية على إنستغرام أو فيسبوك. ونحن ان شاء الله يعني هي بتبلش اليوم المسابقه لحد 9 نوفمبر، بعدين في طبعا حنشوف الفائزين، في لهم جوائز من امي ومن سامي، ما حنقول هلا شو الجوائز لنخليها هيك تشجع. نعم. انا وامي هلا وقت البريك رح نصور الفيديو تبعنا بركي نحن بنربح الجائزه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه واستراحه وبنرجع. بعد الفاصل، من هو رسميا اول مجنون في لبنان؟ لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71-106-111. لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. وقع دكتور سامي ريشا امبارح الخميس على هامش معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت على كتابه الجديد بعنوان الطب النفسي في لبنان تاريخ ونظرة. يعتبر الكتاب مرجع أول من نوعه عن تاريخ الطب النفسي بلبنان. الكتاب باللغة الفرنسية صادر عن دار
درغام. اهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لحضورك. اول شيء كان في كثير عجقه امبارح بحفل التوقيع، الف مبروك. شكرا. كنتوا متوقعين هالقد يجي عالم؟ لا صراحه انه اكيد تفاجأت انه يكون في هالقد عالم كمان مهتمين بهالنظره للطب النفسي. نعم. وفي يعني الكل عم يسال اللي ما بيقرأ فرنساوي، في طبعه بالعربي عم تحضروها؟ يمكن نبحث فيها، لانه اكيد في حاجه انه تكون بالعربي كمان، لانه بما انه التابع عن لبنان، عن تاريخ الطب النفسي بلبنان. الف مبروك. حضر حفل التوقيع جمع كبير من المهتمين ومن اصحاب الاختصاص، ربما عم ينحكى انه هو من الكتب الاكثر مبيعا لحد هلا بالمعرض. الكتاب مؤلف من قسمين، القسم الاول تاريخي من سنة 1900، أما القسم الثاني فبيتناول ظروف أبرز الأمراض النفسية بلبنان ونظرة المؤلف تجاهها. الكتاب أخرج من الظل مهنة الطب النفسي اللي دايما اتسمت بنوع من الغموض والتكتم. الدكتور سامي ريشا هو رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى أوتيل ديو ورئيس الجمعية الفرنكوفونية للأخصائيين والأخصائيين المرضى النفسي والمرضى النفسيين. بس سمعت عن الكتاب، أول شيء خطر على رأسي أسألك أنه يعني تاريخيا مين أول مجنون أو أول مضطرب عقلي بلبنان رسميا يعني، ومين أول حكيم؟ رح أسألك قبل شوي، يعني رح أسألك قبل يعني عن كيف لبلشت العمل على هذا الكتاب. الفكرة انطلقت من أنه لحتى أقدر أفهم مزبوط المهنة اللي عم بارسها لازم أفهم تاريخها بالبلد اللي أنا فيه، هيك بلشت. وبعدين سأقبلي شانس كبير أنه التقيت بكثير أشخاص، لأطباء توفوا، التقيت بزوجاتهم أو أزواجهم أو أولادهم، وتفاجأت أنه مخلين كثير إشياء عنهم وما حدا عندهم إياهم هالإشياء، ولا موجودين بالمستشفيات ولا بالجامعات ولا بشيء. بقى أخذتهم منهم، وهيك بلشت من 15 سنة. من عند مرضى؟ من عند أهل الأطباء. أهل الأطباء والمعالجين النفسيين. هيك بلشت. من 15 سنة؟ من 15 سنة، بال 2000 بلشت جمع. في مدام قري أيوب الله يرحمه، يعني مدامته اللي بعدها عايشة، اللي أعطتني كثير مستندات عن حياته، اللي هو كان رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى دير الصليب. وبعدين سأقبلي شانس إنه التقيت بكثير أشخاص كمان كان عندهم، كل واحد عنده شوي. التقيت بمدام نادية توتل اللي هي أول مساعدة اجتماعية بمستشفى العصفورية، بعدها عايشة وعندها كثير مستندات، عطتني كثير اشياء كمان. اجت من غزة مدام سيلفي منصور اللي هي أول معالجة نفسية بالعصفورية، سأقبت اجت على لبنان، التقيت فيها بال 2011، كمان عطتني كثير اشياء. كلهم هول قلت لازم يتجمعوا بمحل معين، وهذا صرت عايش معهم يعني، وانا عايش معهم وبعرف شوي بالمهنه لانه هذه مهنتي. اكيد قلت اكيد لازم بلش ارجع اشوفها من اول ما بلشت بلبنان، لانه رسميا بلشت سنه 1900 رسمي. اول مريض فات على مستشفى العصفوريه وقتها فتح باب 2000 1900، فات بشهر واحد 114 مريض فرد شهر سنه 1900. هل قد في يعني هل قد كان يعني في عوز، لانه هي كيف خلقت فكره العصفوريه؟ خلقت ب اول شيء ليه اسمها عصفوريه؟ هلا عصفوريه لانه في قص بروتستانتي سويسراني كان هو مدير برومانا هاي سكول بلبنان سنه 1898. في نهار احد بيطلع بده يزور لبنان، بيروح بيزور اصحياء الوادي، بيلاقي هونيك انه في كثير مرضى نفسيين موجودين باصحياء الوادي ومكبلين مربطينهم كلهم. كثير أثر، كثير تأثر، اجى على بيروت وقال خلص بدي بلش روح على اوروبا. وقتها كانوا يعتبرون مجانين، كانوا يعتبرون مجانين وفيهم جن ويربطون، وبعدها على الحال بعد الأثر موجود بأصحياء الوادي، فين نروح نشوف كيف كانوا يتربطوا. دونك اجى على بيروت قال مش معقول اقبل بهالحالة، بدي روح على اوروبا اجيب مصاري حتى أسس مستشفى يكون لالون ويقعدهم فيهم. دونك راح جيب مصاري كثير واجا اشترى من بيت العصفور بالحزميه. أوكي. من هيك سموها العصفوريه، بس هو ما كان اسمه هيك، كان اسمه ليبانون هوسبيتال فور منتال ديزيز. اجا قال بدي عمر هون، عمر هالمستشفى، واول ما عمر اول ما فتح 114 مريض اول شهر. اف، واول مريضه ما بنعرف شيء عنها، حسب كتابك عمرها 16 سنه فتاه بس بلا اسم. اول ايه بس ما بنعرف اساميهم. إيه. مزبوط. هلا كلهم ملبكين صراحه بالجرافات تبعك، ما بعرف ليه بس انا رح ظبط لك اياها.
دونك هلا نحن بنعرف بس الحال ارتحتوا بنعرف انه اول مريض فاتت بس ما بنعرف بعد اكيد في كثير شيء بنجهلها يعني لانه صعب تنجهل بس انت يعني كان عندك القدره انه أو كان عندك الاهتمام او الفضول تعرف من هي هالمريضه الاولى او في امكانيه باي طريقه ايه في امكانيه لانه بعدهم الارشيف تبع العصفوريه موجودين بالجامعه الامريكيه دونك في امكانيه نقدر نعرف يمكن اول اسم او اول اشخاص فاتوا على المستشفى اول طبيب مين اول رسمي. طبيب معروف لبناني اول طبيب لبناني نعم من هو بعد دكتور انترانيك مانوكيان سنه 1939 اجى على بيروت واستلم العصفوريه هو واجى محل الاطباء اللي تين جايبهم هيدا القصة البروتستانتي لل 39 يعني لصار في اول حكي. اول طبيب لبناني قبل كان في اطباء كان يجيبهم من سكوتلندا ومن بريطانيا وكان يجيب النرسات كمان من سكوتلندا وبريطانيا هن استلموا مستشفى 39 سنه من 1900 ل 1939 بعدين اجى اول طبيب لبناني اللي هو دكتور طب نفهم كيف كانوا يتواصلوا كيف كانوا يحكوا مع المرضى يعني المريض اللي خبروني عنده اضطراب الاضطراب انجا بيفهم على حاله بالعربي يعني خبروني اشياء كثير حلوه يعني كانوا يعيشوا الاطباء مع عيالهم بالمستشفى مع النرسات وعيال النرسات مع المرضى وكان في هيك جو حميم جدا كانوا يعملوا كثير سهرات وكل ليله في سهرتين لانه هو كان مقسم بافيونات المستشفى بكل ليله كان في بافيون سهره يشاركوا فيها الاطباء مع المرضى مع النرسات يعني تصور جو كيف كان واللي احلى من هيك انه كان مستشفى جامعي تابع للجامعه الامريكيه كان يجي عليه من كل بلدان الشرق الاوسط اطباء يتعلموا فيه الطب النفسي يعني كان مستشفى رائق جدا 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 وهو اول مستشفى بالشرق الاوسط هو اول مستشفى نفسي جامعي بالشرق الاوسط يعني تصور نحن قديش هيك بننتقد العصفوريه بكلامنا اليومي بس وبالاغاني وبالاغاني بس هو اول مستشفى جامعي علم كثير اطباء الطب النفسي طب هي دائما بس تقول عصفوريه يعني هيك بتتخيل فيلم امريكي طويل لزياد الرحباني او بتتخيل اربع مجانين وبس على التلفزيون اللبناني كيف يكون الجو عن جد داخل العصفوريه او داخل مستشفى يلي خبرتني الأمر. مثلا مدام توتل او ولاده لدكتور شكري اللي كان كمان نعم. طبيب فوق او ولاده لدكتور مانوكيان لانه كمان عملنا له يعني اوماج من سنتين بالجامعه اليسوعيه الوضع اللي كان كثير حلو الجو كان كثير حلو حتى كان في طبيب اسمه دكتور هيكل اللي يرحمه جوزيف هيكل كان بس يوصل على المستشفى المرضى يبلشوا يرقصوا قد ما كانوا يحبوا وكان محبوب بالمستشفى يعني الجو كان كتير حلو اكثر ما بنتصور وكان في حتى حط بالكتاب في وثيقه كتير حلوه هو زواج تم بالمستشفى بين مريض ومريضه امريكانيه هي توقفت لانه بالمستشفى كان في كمان اللي بيتوقفوا للمخدرات يعني يحطوهم بالمستشفى دونك عندك مشلة مخدرات توقفت حطت بالمستشفى وتجوزوا بالمستشفى نعمل العرس بالمستشفى بين مريض ومريضه نعم يعني وهنا كانت مثل داخلي يعني يبقوا هنيك او كانت بافيونات يبقوا فيها ويعيشوا فيها اوقات كل حياتهم وبس يتوفوا وترجع عائلتهم يعني ايه مثل مجتمع صغير مجتمع يعني معزول عن مجتمع صغير و نعم وكان في اشياء كثير كانت تصير كانت تهز البلد مثلا صارت وقتها رمزي سماحه اللي هو كان مدير المستشفى كان شاب صغير بعده كان عم بيعمل تورني على المرضى كل نهار تنين كان دكتور منو كان يعمل تورني على كل المرضى كان عم يبرم معه على كل المرضى وفي مريض عنده نوع من انفصام بالشخصيه كان قتلوا من ورا يعني غدروا وقتلوا وتوفت يعني عمره 39 سنه وهيدي هزت البلد وهزت بتصور هيدي صارت بالخمسينات نعم وهزتها انا بالكتاب وكثير كثير تاثر البلد نعم. وقتها وانحطت بالجرايد انا كل ما حدا يشوف الكتاب بايدي عم يسرقوا مني بقى هلا ما ادري مين اخذه من جوا الكتاب بنعرف بال 1960 كان في 1285 مريض تقريبا بدار العصفوريه كيف انتهى؟ انتهى بال 77 قرروا انه يكبروا المستشفى ويزيدوا معداته فقرروا يعمروا بعرمون بلش العمار بعرمون جابوا المعدات وصلت على البور المعدات اكد ليها دكتور شخطوره اللي كان احد الاطباء فوق ولسوء الحظ المنطقه اللي كان بعرمون انشرت
فات عليها بتصور الجيش اللبناني وانجبر ياخذها لاسباب امنيه، وهيك ما عاد تعمر المستشفى وتسكر بالحزميه. نعم في حدا 77 في حدا عم يسالني على عبر تويتر انه حضرتك رئيس الجمعيه الفرنكوفونيه للمصابين بامراض بالامراض النفسيه. هي اسمها بالضبط اسوسياسيون فرانكوفون بور لي مالاد مونتو، بالفرنساوي بور لي مالاد مونتو يعني للمرضى لمساعده المرضى النفسيه. نعم. هيدا مش يعني مش ما بدهم جمعيه الاطباء بس، انتم بتهتموا بمساعده الاطباء. نعم بتهتموا بمساعده المرضى النفسيين ولا يتواصلوا معكم كيف لانه حدا عامل لي انه تفاجئ. في عنا فيسبوك عبر الفيسبوك بيقدروا يفوتوا. نعم. يعرفوا. نعم. نشاطاتنا. تاريخ الطب النفسي بتخبروا من خلال مش بس العصفوريه وانما من خلال ايضا دير الصليب. مزبوط. شو الفرق بيناتهم؟ ويعني ما في فرق كبير على المستوى الاداء يعني. نعم. العصفوريه كانت انجلوفونيه بنقدر نقول لان تابعه للجامعه الامريكيه، اسسها كريس بروتستانتي، وسنه ال 51 مستشفى الصليب اسسها كبوشي ابون الطوباوي يعقوب الكبوشي. نعم. يلي كان فرانكوفوني وكان تابع للجامعه الليسوعيه، بس اثنيناتهم بالمستشفيتين الكبار يلي كانوا موجودين اثنيناتهم كانوا مصرين المؤسسين انه يستقبلوا كل العالم من كل الاديان ومن كل الاعراق، وكانوا يخدموا كثير اثنيناتهم المستشفيتين. نعم. من خلال البحث اللي قمت فيه، شو الاستنتاج الاهم اللي توصلت له يعني بما يتعلق بتاريخ الطب النفسي بلبنان قبل ما نحكي عن الجزء الثاني من الكتاب؟ التاريخ تاريخ الطب النفسي بلبنان يعني بتصور بفوق تاريخ الطب النفسي بكثير من بلدان، مش هيك كثير انبسطت بهالكتاب لانه اكتشفت انه كان عندنا اطباء رائعين وكان عندنا مستشفيات رائعين وكان عندنا ناس عم بيخدموا بطريقه رائعه المجتمع، وهذا الشيء كثير بسطني. عم نحكي بال 1900 و 1920 و 30 و 40 و 50 باوقات يعني. بالقسم الثاني من الكتاب بتحكي عن نظرتك تجاه بعض الامراض والمرضى وتعامل اللبنانيين وتطور الامراض النفسيه بلبنان. بدي اسالك عن الاكتئاب لانه اكثر شيء بيجينا اسئله عن هذا الموضوع، دائما المشاهدين بيطلبوا منا نحكي عن هذا الموضوع، هل فعلا انه 25% من اللبنانيين مصابين بهذا المرض؟ 25% من اللبنانيين مصابين بامراض نفسيه، كل الامراض النفسيه مجتمعه. هذه نسبه تعتبر عاليه؟ هذه معلوم، واحد على اربعه، واحد على اربعه من الاشخاص بالعالم كله بلبنان كمان. وبهالحالات اغلب الحالات هي حاله الاكتئاب. نعم. عشان هيك نحن بنعتبر انه عندنا نسبه كثير عاليه بالاكتئاب مثل ما موجوده بالعالم على الحال. طب من القصص اللي حكيت فيها عندك حرص كان تحكي عن المثليه الجنسيه بالكتاب. شو السبب؟ السبب هو الاسى اللي بعيشه بالعياده وقت بيجي لعندي اشخاص عندهم مثليه جنسيه وبيجي لعندي منهارين طالبين مساعده لحتى يغيروا عن المثليه الجنسيه لانه بيعتبروا انه بلكي في عندنا مساعده نقدر نقدم لهم اياها. وقتها بقول لهم انه ما فينا نغير، اول شيء بتضايقوا اكيد كثير، وبعدين ببلش افكر انا وياهم وبنلاحظ انه هن بدهم يغيروا بس لانه في وصمه من المجتمع بس او من الدين او من الدين. وبالتالي اعتبرت انه هيدي الحاله اللي نحن ما بنعتبرها حاله طبيه مرضيه. نعم. لازم ينحكى عنها. بس اعتبرت هذا الموضوع يعني من القصص الاساسيه بالمشاكل الطب النفسي لانه بنشوفها كثير بعياداتنا لسوء الحظ. لسوء الحظ. دكتور سامي ريشا شكرا لك والف مبروك لكتاب الطب النفسي في لبنان تاريخ ونظره، صادر عن دار درغام وموجود حاليا بكل المكتبات اللبنانيه باللغه الفرنسيه لكل الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع. هو هلا يعتبر المرجع الاول والوحيد من نوعه لتاريخ الطب النفسي، فيكم تقروه كمان للمعلومات العامه واللي فيه. ويعني مثل ما شفت امبارح بحفل التوقيع الاغلبيه مش اطباء اللي كانوا جايين. انا اصريت انه ما يكون عنده منحه. نعم. طبي. هو دائما في هيك هيدا الغموض حول هذا الموضوع، بعتقد في كتير أجوبة على أسئلتكم بهذا الكتاب. ألف مبروك. شكرا لك. وتوقفت عند عم تهدي الكتاب لزوجتك دكتورة ناتالي ريشا. ليه؟ لأنه كتير فكرت معي على كل شيء كتبته بالكتاب، مشان هيك حبيت إلا ميرسي. نعم شكرا لك. تحياتنا لدكتورة ناتالي ريشا واستراحة ومنرجع بعد الفاصل. من المسرح الارتجالي إلى تلفزيون الواقع السياسي، هذا هو لوسيان أبو رجيلي بلاطول سيري، مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80.
لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. ضمن سلسلة وجوه الحراك الليلة لوسيان بورجيلي، أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك. لوسيان ناشط بصفوف حملة طلعت ريحتكم، هو سابع شخصية ضمن هالسلسلة اللي عم نجرب فيها نفهم ونتعرف على الأشخاص اللي صنعوا الحراك الشعبي والحراك المدني بلبنان وغيروا بالمشهد السياسي اللبناني بشكل عام. طبعا بعد شي 3 أشهر من الحراك الأوضاع تغيرت، بالحراك منه بالزخم اللي كان فيه من 3 أشهر لما بلش. الناس شي عنده خيبة، شي عنده أمل كبير، شي عنده يعني أسئلة كتيرة، بس هيدا كله السؤال الكبير اللي اليوم عم بيواجهوه شباب الحراك هو إلى متى الحراك وكيف بدهم ينقلوا الحراك إلى مرحلة جديدة من النضال من أجل جمهورية ودولة أحسن بيحلموا فيها. على كل أحوال الليلة ما بيهمني الحراك بقدر ما بيهمني لوسيان اتعرف عليه، هو فعليا أول مرة عم التقى فيه وأول مرة بشوفه كيف بيتطلع وكيف يفكر وكيف بيتفاعل. بقى أنا كتير مبسوط بهذه الحلقة لوسيان، أنت كاتب وممثل ومخرج مسرحي وسينمائي، عمرك 35 سنة، من مواليد 1980، من شوف أنتو من الأساس؟ إيه سرجبال، ضيعة سرجبال، هي بتصير بوادي دير القمر يعني. وكنتوا عايشين بالهونيك أو؟ لا أنا ما عشت هونيك، بس بنطلع مرات، ووقت أطلع أنا كتير بنبسط هونيك لأنه الطبيعة بعدها حلوة. نعم. وقليل تتلاقي بعد مناطق بلبنان وين الطبيعة بعدها حلوة ومش منزوعة وما في بنايات عشوائية معمرة يعني وبطل. وانت أجمالا ثقافتك فرانكوفونية أكتر أو أنجلوفونية أو؟ أنا الاثنين، أنا وقتها كنت يعني عملت جامعة، عملت ماسترز ام بي اي بالإزا إيكول سوبيريور دي زافير بالفرنساوي، وعملت كمان بأمريكا ام اف اي بالإنجليزي بلوس أنجلوس. بشو بترتاح أكتر؟ على قصة انجليزي اكتر، مع انه كنت قبل فرنساوي بس اليوم بعتقد انجليزي اكتر، لانه بعتقد كل شيء بتكتبه هلا صار انه ايميلز وقت تتعاطى مع العالم بالمطلق يعني اكتر الانجليزي، وخاصة على الانترنت كمان الانجليزي، صرت بين انجليزي وعربي بس الفرنساوي شوي بعدت عنه، مع انه هذا شيء بيقهرني لانه بحب كتير الفرنساوي، والفرنساوي هو اول لغة بلشت اكتب فيها، بس اليوم ما كتير عم بكتب بالفرنساوي. نعم. انت والدك تاجر بناء او بمواد بناء؟ مواد بناء عنده. ووالدتك مدرسة؟ مدرسة، كانت مدرسة وبعدين نعم. رجعت فضلت لقلها يعني. يعني كنت انت تدرس بالمدرسة اللي هي بتعلم فيها؟ لا ولا مرة؟ لا هي كانت قبل يعني من قبل ما اخلق حتى كانت تدرس. انت يعني بس تجوزت ما اشتغلت؟ ايه من بعد ما تجوزت. ليه؟ بعد اختارت انه تكرس كل وقتها لقلنا، ويعني بتحس انه بوجودها دائما بحياتنا ودائما كانت حدنا ونصايحها وبوجه لها تحيه كثير كبيره على كل حال. ما انه عم نحكي وبتحسها ندمانه انه تركت الشغل يعني على بكير، او كانت بتفضل تكون مرأة عامله وبنفس الوقت عم تربي؟ هلا هو اكيد كل شخص بحب يقدر يعمل الاثنين، بس كنا اربعه ونحن بنعرف انه ولد لوحده بيكون صعب، كيف اربعه وكنا بنفس العمر تقريبا، يعني الفرق بيناتنا اكثر شيء هو 4 سنين، يعني كلنا يعني 4 اولاد منا هينه انه تقدر تعمل تكرس وتكون من كل قلبك ام ل4 اولاد بس بنفس الوقت يكون عندك شغل، منا هينه شغله صعبه، وهي ما كانت حابه يعني انه يكون عندها مساعده بهذا الموضوع، وهي انه تكون قريبه. بعدك عايش معها او انت ببيت؟ لا انا عايش لوحدي. وبتفضل هلا اكيد انه لازم، انا بعتقد انه كل ولد وهذا شيء للكل بلبنان انه وقت يقطع 18 سنه انه يعطى استقلاليه يستقل. هو لازم يستقل كمان، مش بس لانه بالاخير لازمنا هالاستقلاليه تنلاقي حالنا وتنلاقي كيف بدنا نعيش حياتنا. وانا بالنسبه لي كانت كتير مهمه من وقت ما خلص جامعه وبلشت اشتغل، يعني اول ما بلشت اشتغل بلشت فتش وين بدي اقعد برات البيت، لانه بالنسبه لي كتير مهمه انه اقدر اتحمل مسؤوليه يومياتي. وهلا كل قد ايه بتزورها؟ بتطلع لعندها اقل شيء بالجمعه مره، وهي كمان بتجي وبيها اكيد يعني كمان. طيب انت على عكس الطلاب اللي بيكون امهم يعني معلمه، وحتى لو معلمه سايبها، كنت شيطان بالمدرسه. ليش؟ انا بلاقي لها تفسير كتير بسيط، يلي هو بالمدرسه ما بحياتنا تعلمنا مسرح، ما بحياتنا تعلمنا تمثيل للاسف، انه بالدراسه يعني وبالمواد الدراسيه بلبنان ما كتير بيحكوا عن الفن، الفن له دور كتير. بس انت من وقتها كنت
حاسس هيدا الشيء او انت هيك طبعك شيطان ما بتحب النظام؟ يعني انا تفسيري لها انه انت ما بتحب النظام مش لا، انا بقول اكثر انه النظام القائم اللي كان موجود بالمدرسه ما كان بيوافقني. انا كنت حابب اتعلم فن، كنت حابب اتعلم مسرح، بس النظام القائم ما كان فتح لي هيدا المجال، كان بس انه بدي اتعلم يا ماتيماتيك يا ساينتيفيك يا اشياء معينه انا ما كنت حابها، يا شيمي. طب هو انت كنت تعرف انك بتحب الفن؟ يعني كنت اكيد كنت اعرف. شو كنت بتحب الفن. الرسم او كنت الرسم، كان عندنا حصه رسم، كنت هيدي اكثر حصه احبها، واكثر شيء كنت حب الليتراتور او الكتابه بالفرنساوي، وكنت بتذكر المعلمه بالفرنساوي وتقول لي انه انت كتابتك كثير حلوه وتنبسط فيه كثير، وهذا الشيء اللي شجعني صرت اكتب واكتب اكثر. بس بمرحله معينه بطلت الكتابه، فتت اكثر على التمثيل ومن التمثيل على الاخراج، ورجعت هلا اليوم رجعت اكثر شيء على الكتابه. وكيف والفيلم. كيف حس يعني كيف مين قال لك اول مره انت شكلك ممثل مثلا؟ صار معي انه بالمدرسه في الشخص اللي هو عاده بتعرف دائما في واحد ثقيل بالصف. كنت انت؟ لا مش انا. في واحد ثقيل بالصف كل ما يتطلع فيه هيك يشوفني انه شعراتي هيك طوال، شكلي شوي غريب عن عن باقي الشباب بالصف او الصبايا، انه يقول لي انه انت شكلك ممثل. علقت براسي انا، قال لي انه شكلي ممثل، وانا كنت انه اكتب وبعدني عم فتش على شيء على التعبير، انه كيف لقى طريقه احسن انه اعبر فنيا. قال لي هيك، علقت براسي. بعد سنه التقيت بحدا ثاني قال لي انه هو عم بيعمل هلا ورشه عمل مع استاذ منير ابو دبس بالفريكه، وهو هلا رفيقي اللي قال لي عن هالموضوع، ومن بعدها بالسنه من بعد ما قال لي انا رحت، يعني اخذت سنتين من وقت ما قال لي هذا الشخص. بس انت علقت براسك انه انت ممثل؟ علقت براسي انه يمكن هيدا هو الشيء اللي انا عم فتش عليه، كنت حاسس عم فتش على شيء. وبتحضر كنت تلفزيون؟ يعني بتحب التلفزيون وقتها؟ فاسينيتد بهذا العالم؟ ايه التلفزيون. ايه وامي بتقول عني انه انا كنت دائما اقعد على التلفزيون انا وصغير، كان انه مثلا حتى لو كان عندي عمري سنتين كانوا يزحوني عن التلفزيون يحطوني غير مطرح، بعدين يقولوني عم برجع دبدب من ورا الكنبايه وارجع يقولوني ارجع جات قعدت قدام التلفزيون. يعني طيب ذاكرتك التلفزيونيه شو؟ يعني انت بالتسعين كان عمرك 10 سنين، شو بتتذكر يعني شو اقدم شيء بتتذكره عن التلفزيون؟ الانيميشن يعني مثل جراندايزر، مثل هول الاشياء اللي كانوا يعني اكثر رسوم متحركه، مثل طم اند جيري، مثل هول الاشياء، واكيد علقوا معي من طفولتي يعني. وبعدين هلا اليوم حتى اذا رحت على في مطاعم معينه بتحط على التلفزيون تبعها طم اند جيري وهيك، انا دائما بتلاقيني بكون قاعد عم باكل بس عم بتطلع، انه بضلوا لحديت هلا انا بيهويني انه اطلع على القصه، بيهمني القصه، بيهمني هول يعني الحق قصه معينه ان كانت بكرتونز او ان كانت ب. وفي شيء ثاني بتتذكره؟ مسلسل توك شو يعني هيك اقدم مسلسل او اقدم توك شو اكيد بيعتك. بتذكر المختار تبع الدنيا هيك، الدنيا هيك تبع تليليبون، وبتذكر انه في كثير اشياء كنت حب احضرها يعني انا صغير، في تونامي ليليان، انه في هول الاشياء اكيد يعني كل الأطفال. وانت وكبير شو صرت تحب تحضر؟ اكثر بالفلومه صرت، يعني صرت بفتره معينه في رفيقي كان يحب كثير يحضر افلام، خاصه الافلام الفرنسويه مثل جون لوك جودار، مثل تريفو، لا نوفيل فاغ، يعني كل هول الفتره من 60 لل 70 بفرنسا. هون بلشت اتعرف على اذا بدك النوع السينما او الموفيز اللي ما بتشوفهم على التلفزيون، الفلوم المستقله مثل ما بيقولوا، يلي بتفرجيك عندها دائما عندها فلسفه معينه عن الحياه، يعني مش بس بتقول لك بتخبرك الاشياء العاديه الطبيعيه، لا بتخبرك اكثر وبتوسع افاقك نوعا ما، مثل كانك عم تقرا كتاب يعني بتخليك تفكر يعني. وعم بتقول انت من المدرسه كان شكلك غريب، شعرك طويل مثل ما عم بتقلنا، ومع هذا وكله يعني بتحب الادب اكثر، بتحب تكتب، بس درست رياضيات، البكالوريا تبعك عملتها رياضيات. مزبوط. كنت مجبور او كنت شاطر بالرياضيات او لا؟ ايه كنت شاطر، لانه هي رياضيات هي. رياضيات انه نوعا ما هي اكثر شغله كانت انه تزبط معي، لانه لوجيك يعني فيها لوجيك معينه، غير اكيد الاشياء الثانيه المواد الثانيه، غير الكتابه اللي انا كنت شاطر فيها، بس الرياضيات ايه انه نوعا ما لقيتها اهين من غيرها يعني. وشكلك غريب لانه انت كنت تعمل يعني تعمل شكلك غريب او انت شكلك غريب لانه هو غريب؟ لا كان طول شعري يعني. كنت طول شعري بس هي، وانا شعري كان انه وقت يطول بيصير مكعزل، بيصير مكعزل بيكبر بقى. بتحس حالك رح تقرعه؟ هلا بيي نوعا ما مقرع، بس مش كليا يعني، هي صنديحته عاليه بس ممكن لانه اذا بالعائله هذا يعني ما مش لا ما عندي مشكله اكيد هي بالاخير. عم بتطلعك عم بتطلع بدينتك ولا مره حطيت حلق؟ لا ولا مره حطيت حلقة. ليه؟
ما 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 بتهوينا شيء ولا قصة التاتو ولا الحلق، ما بحس انه لازم تغير جسمك تتثبت ولا في تاتو ولا اي تاتو. لا لا ولا تاتو، يعني ما بحس هول الاشياء هن اشياء ضروريه للانسان لي. لا لا انا عم بحكي عن انت غريب، يعني عم شوف انه انت بالنسبه لك وين وين انت بتكون غريب. بحس انه انا جسمي انه نوعا ما بحب احافظ عليه مثل ما هو مثل ما وجد، يعني ما انه اكيد انه طول شعر هذا شيء كمان طبيعي وبنعرف انه من زمان كانوا كثير. يعني وين اول مره حسيت صار في انتهاك لجسمك؟ انتهاك لجسمي ما خطر على بالك الحراك هلا وزاره البيئه؟ يعني هلا انا عم بتذكر جسمك، شفت جسمك بصوره حسيته هيك يعني. هلا صاير اكيد بصير في مرات تعديات معينه، بتكون انت مثلا قاعد مع اصحابك بتلاقي انه حدا بيجي ببلش بيعمل معك مشكل بيضربك شي ضربه وانت ما بتكون عم تعمل له شيء. هيدا بتصير يعني وصايره معي مره من زمان. يعني شو هيك شيء؟ يعني كنا قاعدين بالسياره، اجوا اثنين كان عمرنا هيك شي 17 سنه قاعدين يعني وعم ندخن سيجاره بوقتها كنت ندخن، هلا ما عم ندخن. اجا في شخص ما بعرف شو خانق مع صاحبته يمكن بشي، اجا بتذكر وقتها فتح الباب قال لنا شو عم تعملوا هون؟ قلت له ماشي قاعدين عم ندخن سيجاره. طلعوا نزلوا من السيارة، بعدين فهمنا انه يمكن هو كان له علاقة يمكن أمنة او شيء هيك من هالنوع وضربنا ونحن ما كنا عم نعملين له شيء ولا قلنا عليه. وبعتقد هذا الشيء قصة الأمن الفالت بلبنان هيدي مشكلة كتير عويصة، انه في عالم مسلحة اليوم بتياب مدنية بتمشي على الطرقات وبتتزعرن على العالم، وبوقتها هيدا الشيء صار معي وبعده عم بيصير مع كتير عالم اليوم بلبنان، وهيدا اللي بعتقد قلت انه في هيبه الدوله او في قضاء. طب بركي فكركم عم تحششوا مثلا بالسياره. طب بس واضح مش عم نحشش، واضح انه معنا سيجاره عاديه، يعني مع انه واضحه انه ما انه مالبورو او رجع متاكد يعني. انه ايه في يتاكد يعني ما بدها هالقد، واضح انه من الدخان في خدنا مثلا على المخفر او ورافر اتس، بس مش انه يعمل معنا اللي عمله يعني بالاخير. انت جربت تتعرف عليه تعرف مين تعمل؟ لا بس رجعت سمعت انه هو يبدو انه بيشتغل شيء امني او شيء هيك، وقال حسب اصحابه اللي كانوا معه قال مخانق مع صاحبته ليلتها وفش خلقه فينا اصحابه صاروا يهدوه عنا. كان تعديل بيعرفك هو؟ لا لا كنا اثنين على الطريق، وهيدا الشيء اللي بيصير بلبنان انه في كثير بيكونوا قاعدين على الطريق ولا بتجي رصاصه طايشه فيهم او بيجيهم شيء بيجيهم الكاف بيجي. طب هالاوادم يلي قاعدين على الطرقات شو ذنبهم انه العالم تتعدى عليهم بهالطريقه؟ لوسيا انت بال 18 20 يعني عم نحكي تقريبا اواخر التسعينات مراهقتك كانت بال تعطيت شي سياسه يعني بمجتمع مسيحي كنت قوات او عون؟ لا لا ما كنت، لا ما كنت، وخاصه بالجامعه كمان يعني كنت انا وقتها بالدراما سوسايتي الكلوب تبع الدراما كمان كنا مستقلين يعني ولا مره كنا ناخذ طرف. وبالنسبه لي كان اهم شيء بالجامعه انه نخدم الجامعه نخدم تلاميذ بالجامعه، لانه كنت دائما نشوف انه اخرتها اهم شيء من انتخابات الجامعه شو هي؟ انه ثاني نهار بالصحيفه اي حزب طلع له ارقام اكثر، وهذا الشيء كان يقهرنا كثير نحن بالجامعه، انه بالاخر بيطلع له الرقم وكل السنه ما بيعملوا شيء باللجنه الطلابيه، طب ليش ما الطلاب على القليله بالجامعه يحيدوا حالهم شوي عن والمستقلين بينغبنوا يعني بينغبنوا ومنهم موجودين اصلا، لانه بنظام اكثر بلبنان مثل ما هو. وانت دائما كنت مع المستقلين؟ انا كنت مع المستقلين، بس المستقلين انه بحاله وان انه في تحزب كثير. وين تعطيك مثل يعني مثلا وقت صار في انتخابات بالجامعه العونيه وقتها جابوا بتذكر مناقيش وزعوها على كل التلاميذ، والقوات جابوا وقتها شاورما وزعوها على كل التلاميذ نهار الانتخابات. المستقلين شو عملوا؟ جابوا صحن فاضي قالوا له نحن ما بنشتري صوتك من بعد ما ياخذ المنقوشه او من بعد ما فكرت جابوا العصير المستقلين هيك. لا جابوا صحن فاضي قالوا له نحن ما بنشتري صوتك مكتوب عليه باليد، لانه بالاخير مستقلين ما معهم حتى مصاري. هاي فكرتك كانت؟ كانت فكرتي وفكره الاصحاب يلي كانوا موجودين بايه بين. امتى اول مره تعطيت بالسياسه؟ يعني هي اذا بدك اذا بدك تعتبرها سياسه، بس هي كانت لا برات الجامعه يعني انت بصرت محترف. لا ها هي يعني هيدي اكثر مره اذا بدك من وقتها. بعدها انا كنت بنزل دائما على المسيرات تبع المجتمع المدني، وين انه مثلا على موضوع يلي حقوق المراه ضد العنف وقت الزواج المدني وقت ضد التمديد، انه هو المظاهرات اللي انا كنت احب شارك فيها. لانه بس انت اول مره كنت على تماس مع العمل السياسي بحس انه وقت منع مسرحيتك. ايه بس هي اكثر كانت نوعا ما فنيا اجتماعيا. منع المسرحيه ما بعرف اذا فيك تعتبرها شيء نوعا ما سياسي يعني بالمعنى السياسي طبعا،
هي أكثر نوع من قمع لحرية رأي نعم. فني وهيدا اللي صار بتقطع أو ما بتقطع هي هيدا كان عنوان المسرحية من حوالي سنتين منع الأمن العام مزبوط ورجع حجز لك باسبورك لما تسافر وتعرض الفيلم بمهرجان بلندن ايه بس صحي هون لا مش كرمال كنت انا رايح على لندن كان عندي مسرحيه اسمها فانيشينج ستيت عم بعرضها قدمت لجدد باسبوري ما له علاقه المسرحيه يعني بالمسرحيه هذه قالوا لي ما فينا نعطيك باسبورك بدك شهر او شهر ونص طلعت انه لحظه شهر وشهر ونص بكون خلص المهرجان يلي انا رايح تعرض فيه قلت له لا ما في شيء ما في مجال نشوف شو قال لا انه بالاخر قلت له طب شو في شو القصه قال لي انت بتعرف انا بعرف بطريقه كتير مخابراتيه يعني انه انا مفروض اعرف ليش هو حجز لي الباسبور انه قلت له طب انت ليش ما بتقول لي ما بدها هالقد مفروض اذا انت عم تقول لي ما فيني اعطيك باسبورك انه انت تقول لي ليش خبرنا ليش خبرنا ليش ما كانوا يقولوا اخذت القصه بعدين انتشرت على الانترنت وبعتقد هون ببين اهميه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي انه خلت هالخبريه توصل وتكبر لدرجه انه يتدخل وقت وزير الداخليه ويرجع يحدد شو وقت قصصوك يعني الامن العام او انه حسب ما قال وزير الداخليه انه في شيء اسمه مذكره اخضاع يعني موجوده من ايام بسبب لانه منعوا لك المسرحيه لانه انا اعتبروا هن انه انا عم بتعرض للامن العام بس هيدي هي المسرحيه بتقطع او ما بتقطع كانت عن الامن العام هي فيها مسخره على الامن العام كيف على جهاز الرقابه بالامن العام يعني على جهاز الرقابه بالامن العام كيف انه بيقطعوا ما بيقطعوا عمل فني مزبوط وهن اعتبروا انه انت عم تتمسخر عليهم مشان هيك يعني هي كلمه مسخره مش كتير يعني هي نوع من نقل للواقع وبطريقه كوميديه بس انه اذا واحد ياخذها كمسخره هيدا هو بيكون رايه الشخصي طب يعني انت كنت متوقع انه تمرق المسرحيه ممكن تمرق اصلا المسرحيه الثانيه اللي عملتها عن نفس الموضوع مرقت يلي هي لعيونك سيدنا يلي بعد في عنا كم عرض منها هلا بالشهر اللي جاي يعني. وليه مرقت الثانيه وحده برايك بعتقد من ورا اللي صار عملت رقابه ذاتيه مثل ما حكيت ببدايه الحلقه لا ما عملت بس بعتقد انه حس الامن العام انه باللي عملوا بالاوله وال اذا بدك قد ايه العالم ما تعاطفت معهم باللي عملوه وخاصه انه طلعوا على التلفزيونات ينتقدوا يلي ينتقدوني شخصيا ويقولوا ان المسرحيه ما بتسوى وكل هالقصص وانه الكاتب ما بيسوى تخيل انه يطلع على التلفزيون مؤسسه مثل مؤسسه الامن العام تطلع على التلفزيون وتحكي عن فنان عن كاتب بالعاطل يعني اذا بدك تنشر غسيل على التلفزيونات هذا شيء مش مقبول كان يعني يكون صار بعتقد من وراء هذا الشيء ومن هالاغلاط الجسيمه يلي عملوها اضطروا انه يتراجعوا على تاني مسرحيه وما يعملوا نفس الشيء وانه يقطعوها نحن العنوان اللي استخدمناه من المسرح الارتجالي الى التلفزيون الواقع السياسي المسرح الارتجالي تجربه كمان قامت فيها رائده وجديده وعصريه اللي هي خليت الجمهور يكون متفاعل معك بالنص المسرحي ومن دون نص مسرحي ناوي تطور هالتجربه او خلص عملتها واكتفيت لا اكيد واصلا بعدنا عم نشتغل بهذا الموضوع وهلا في مهرجان ببرلين رايحين عليه باذار 2016 يلي هو المهرجان الدولي للمسرح الارتجالي بالعكس انا دائما بحس بالارتجال هو المكان وين فينا نختبر بعد اكثر بالمسرح يعني هو اخر مكان للاختبار اكثر مكان ممكن نحن نشتغل فيه ونشوف ونختبر علاقه بيننا وبين الجمهور الجمهور عاده بيكون باسيف او منه كثير متلقي بالمسرح العادي بالمسرح الارتجالي هو متفاعل هو شخص هو هيدي قصته بتصير حاسس انه هو له علاقه باللي عم بيصير واللي عم بيصير كثير مهم له وبيتفاعل معه على هالاساس ومشان هيك انه انا حبيت انه كفي لانه انا بحس انه علاقتنا مع الجمهور هي من اهم العلاقات يعني يلي ممكن تنبنى بالمسرح انه ما نكون نحن بس عم نمثل مسرحيه العالم عم تتلقاها لا نحن وياهن عم نخلق مسرحيه سوا هذا شيء كثير حلو هاي اكثر مره عم تحكي بشغف من المقابله من اولها لهلا يعني حكيت بشغف بس عن والدتك وعن المسرح الارتجالي ما بعرف يمكن لانه نايم 4-5 ساعات امبارح عشيه بس غير هيك لا الشغف موجود بكل شيء عم بعمله بس اكيد انه وقت تقلي عن والدتي اكيد في كثير شغف عملت اعلان لمشروب روحي نوع من انواع الويسكي انا كثير استغربت من هالاعلان لانه عاده الماركات ما بتربط نفسها بشخصيه تشتغل بالسياسه هل كان هالعقد قبل الحراك او بعد الحراك ايه هو كان قبل الحراك قبل وبعتقد انا اكيد هن فكروا فيها من بعد ما صار يلي صار يعني انه مبسوط فيه او بتحس انه يعني
لا هو اكيد يعني هو اعلان تقلك لي انا كتير حبيت وقت شفت الاعلان الدولي يلي عاملينه لا. مع الشخصيات الدولية وخاصة انه هو لشارلز بيكوسكي النص تبع الدعاية يلي هو كمان من كتاب المفضلين حسيت انه انا كتير بيربطني فيه علاقة لهيدا النص بالذات يلي هو انه انت تعيش شغفك بالحياة لانه انا هيك انا كل مرة بعمل ووركشوب التمثيل بقول لهم اول درس بقول لهم اياه هو اهم شيء انه انتم تكونوا عم تعيشوا شغفكم لانه بالاخير كلنا معقول تقطع الحياه بسرعه كثير ونحن ما نكون عشناها مزبوط في كثير مرات انا شخصيا كنت اشتغل بشركه اعلانات وكنت عامل اداره اعمال يعني ودراسات عليا وكل هول ما خلوني انه اوقف انه انا ارجع للمسرح للشيء اللي عن جد بحبه من كل قلبي وبتمنى لكل واحد عن جد بالحياه نفس الشيء بقى هي الحمله اللي هي اسمها live true او عيش بحقيقه كثير نوعا ما بتعبر عن اشياء انا بامن فيها وبامن انه كل انسان اذا بيعيشها بيرتاح وبيريح حتى المجتمع اللي حواليه يعني نحن اذا كنا صادقين مع حالنا بنصير نقدر نكون موجودين بهالمجتمع بطريقه احلى ونقدر نساعده للمجتمع انه هو يتحسن بالاخر يعني نعم بالنسبه لك الحراك المدني هو نوع من تجربه ارتجاليه عم تقوم فيها لا اكيد في فصل بين انه الفن والعمل الاجتماعي السياسي اللي بعمله بس بكل الأحوال الفن كتير ممكن يكون هو أداة لتغيير الاجتماعي وفي كتير مسرحيات عملتها مثل مثلا مسرحية خليك سلبي يلي كانت للتوعية ضد مرض السيدا وكيف انه واحد يتوقع منه مثل مسرحية الاخر شيء اللي عملناها يلي هي حب وحرب على السطح يلي كانت كمان نوع من مسرحية لفك النزاعات بين شباب جبل المحسن وباب التبانة طلعوا سوا على المسرح هن كانوا يتحاربوا وطلعوا سوا على المسرح بهالمسرحية اللي انا كتبتها واخرجتها ودائما فيك تستعمل الفن لتحسن يعني العالم اللي اجوا حضروا هالمسرحية مثلا بالذات اكيد وتشافوا هالمنظر وتشافوا انه شباب جبل محسن وباب التبانية هن كانوا يتصارعوا اللي كان في دم بيناتهم طلعوا على المسرح مثلوا سوا نعم نحن عملنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع لوسيا انت هلا مسؤول المال بحملة طلعت رح تكون قد ايه في الصندوق هلا بالصندوق في 3-4 آلاف دولار بس بعد الحسابات النهائية مش عاملينها بس لانه كان اخر شيء انا غبت شيء 3 جمعة رحت على امريكا كنت مسافر وهلا عم برجع بستلم الحسابات من يلي استلموها مني هالفتره يعني بس هلا بدرجع نعمل حساباتنا نقعد مع المحاسب وبدنا نعمل الحسابات النهائيه وعم تعمل حساباتك بانك تبقى بلبنان او تسافر او حساباتي ابقى بلبنان انه انا جيت تركت الامريكا وثلاث سنين يعني قعدت هونيك طلع اجي لهون لانه انا بامن انه في غير وحسن بلبنان انا شخصيا مش بس انا يعني بحس انه في حوالي كمان كثير اشخاص حابين انه يغيروا هالبلد للاحسن بعتقد انه كل لبنان اليوم عم بيطلع على شوارعه وعم بيطلع على حياته اليوميه عم بحس انه في شيء مش مزبوط في شيء مش ظابط وفي فشل وتقاعس وفساد مش مقبول بقى انه يكون موجود بالدوله اللبنانيه ولازم نشتغل عليه وبعتقد بيساعدنا كلنا انه بنشمر عليه وبنشتغل بعتقد فينا نعمل شيء لوسيا شكرا لك استراحه ومرجع شكرا بلاطول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01-48-48-80 لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111 هلا نحن اللي بنعرفه انه وقتنا خلص بعد عنا 30 ثانيه جمعه الجي فيها حتى جمعه الجي دريم ماتشر لازم حتى جمعه الجي بنبلش فيها جمعه الجي سوري علي بسيطة. خبرنا شوي عن دريم ماتشر بس بركي هاي فرصه كمان للناس تعرف انه نهار الاربعاء كثير عم يجينا اتصالات انه كيف فيهم يشتركوا تحققوا احلامهم نهار الاربعاء بالحمره بالت سيتي ابتداء من الساعه 8 في عندنا نشاط رح يقدروا يجوا عليه والكاميرا حتصورهم عم تقول احلامهم ونجرب نساعدهم فيها اوكي وجمعه الجاي رح نقدم لكم توب 5 خمس اشخاص بشو حلموا وحدا من حققني لحلمه حدا بده يحقق حلم يعني هي المشاهدين عم بيحققوا احلام المشاهدين وسالنا ببدايه الحلقه انه شو الواحد يعبر شو الاصعب تعبر عن حلمك الكبير او حلمك الصغير انت حسب تجربتك الاصعب
رح تتفاجأ، الحلم الصغير أصعب إنه الواحد يعبر عنه، لأنه الأحلام الكبيرة دائما بنضل عم نفكر فيها، بس لما نفكر بالخطوات الصغيرة بنضيع ما بنعرف. بعدين الأحلام الكبيرة هيك بتفتخر فيها، إنه بدي أعمل رائد فضاء، بدي بس يكون مثلا إذا طلع على بالك تاكل كنافة بتستحي مثلا. جمعة الجرح نبلش مع دريم ماتشر، خمس أحلام شبابية لبنانية وحلم منهم حققناه، والحلم كان صبية. شو؟ حلمة إنه تحلب بقرة. شو مرة أنتوا فكرتوا تحلبوا بقرة؟ ونشوفكم جمعة الجرح.